السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في البداية نشكركم على حضور هذه المقابلة ونشكر المهندسة سونيا عاشور على إتاحة الفرصة لإجرائها معها. مرحبا مهندسة سونيا. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ الله يرضى عليك. نشكرك تاني مرة على وقتك وعلى وجودك معنا طبعا اليوم، وإحنا فعليا جاهزين نبدأ. خلينا نبدأ على طول بأول حاجة بتتذكريها تتعلق بذكريات الطفولة، تتعلق بالفن والتصميم بشكل عام، وخصوصاً فترة ألمانيا. أنا محمد، أول شيء أبغى أشكرك. نبدأ بالبداية، أقول لك شكراً لك على الاستضافة الطيبة، وأبغى أقول إن أنا جداً سعيدة إنه أنا ما عمري وظفتك عندي في المكتب. طيب. والسبب عشان الناس تعرف، السبب إنه إذا كنت توظفت عندي في المكتب ما كنت سويت الشيء العظيم هذا اللي بتسوي. فسبحان الله، أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. فنحن ما عندنا بلاتفورمز، ما عندنا وسائل التواصل. فعلا أنت قدرت والتيم حقك طبعا إنك تسوي هذا الشيء، إنه تضيف قيمة إلى المجتمع بدون مقابل. هذا مهم الناس تعرف إنه هذا كله بدون مقابل. صحيح. شكرا لك وللتيم، لأنه هذا الشيء بتسوه عظيم، وجزاك الله ألف خير. بالعكس. طيب أوكي، we can start. معك، هو لأنه دائما هذا دعم للمبادرة، قبول كل الدعوات هذه. طيب إحنا we can start. أول حاجة بدنا نبدأ فيها هي إيش أول حاجة تتذكريها من ذكريات الطفولة تتعلق بالتصميم والفن بشكل عام، خصوصا فترة ألمانيا. أوكي. تعرف الأسئلة لما نحن أنت تكلمنا مع بعض، اللي يثير الاهتمام إنه الإنسان لما يتذكر الماضي يتذكره بالوضع الحالي اللي هو فيه. يعني أنت لما تيجي تتذكر الماضي، أنت نفترض قبلها بسنة، فأنت وجودك الحالي تتذكر الماضي بطريقة مختلفة. ففي كل سنة يعني تتذكره بطريقة مختلفة. أكيد في أشياء تكون هي واضحة، أشياء حلوة صارت، أشياء وحشة صارت، بس ولكن في أشياء اللي هي الأشياء الرمادية هذه تتبلور لما تكون أنت عندك اهتمام بهذا الشيء. فمن 2020 لما صار في interest من الناس من الجهات المختلفة، هيئات مختلفة، في موضوع الخزف والأواني والضيافة، فبدأت أنا الحين، لأنه أنا لي سنتين مركزة على الخزف الإسلامي، فبدأت. فالحين لما تسألني عن الطفولة، فالحين كني بدخل في الماضي، كأنه ألبوم صور أسود وأبيض، وقاعدة أسطع الضوء على أشياء فتتبلور تصير ملونة. فهذه لا يعني ما كانت موجودة، بس الحين عشان هذا هو اهتمامي فبدأت إني أشوفها. فأبدالك البداية إنه البداية أنا أتذكرها طبعاً بدأت مع عائلة الوالدة، لأنه أنا الوالد والوالدة اتعرفوا على بعض في ألمانيا. الوالد كان يدرس طب، والوالدة وأهل أمي كلهم كانوا أعتقد في ألمانيا في ذاك الوقت، فتزوجوا، أنا تولدت في ألمانيا وعشت يمكن أجمل طفولة ممكن أي طفل يعيشه من جد، لأنه ستي الله يرحمها أنجبت 12 طفل، ما شاء الله 8 بنات وأربع أولاد. فكان عندي 7 خالات وأربع خيلان، وأكثرهم كانوا في ألمانيا في ذاك الوقت. فأنا عشت عيشة كده دلع وحب وقصص وروايات، بالإضافة إنه قبل ما تصير الحرب الإيرانية والعراقية والأشياء الأزمات هذه، فنحن كنا دائماً نزور ستي الله يرحمها، وستي كانت عثمانية تركية، فكنا نحن دائماً نزورها في طهران. فاللي أنا أتذكره هي دائماً مائدة الطعام. ففعلاً هذه ذكرياتي الأولى للطفولة، لأنه الحين هذه يمكن محط اهتمامي الفن والفن الإسلامي، وبالذات الحين موضوع الخزف والأشياء هذه. فكان أولاً غير ما شاء الله عددنا كلنا والأحفاد، لما كانت العشاء الرسمي ويجون الناس الجيران وأصحاب وكذا، فكانت ستي الله يرحمها السفرة هذه الطويلة لكذا الغطاء المنشى الأبيض، وحد يجي هو بعدها بعد ما يحطوه عشان الخطوط السفرة تروح. فكانوا الأواني كانت من روسيا في هذاك الوقت، الكريستال وأكثر كان من روسيا، وسيدي الله يرحمه
هو نفسه كان مصمم أنسجة ودرس في لينينغراد، فكان عندنا مصانع للأنسجة وما زالت موجودة، مش زي ما كانت أيام زمان ولكن ما زالت موجودة. وخالتي باري درست أيضا تصميم الأنسجة في بريطانيا، وفي مدة عاشت معنا برضو وجات اشتغلت في ألمانيا، فكانت قريبة منا وعاشة معنا، وأنا كنت دائما أشوفي إيش بتسوي. فهذه كانت البدايات من سيدي ومن أم وخالتي. فأتذكر هذه السفرة لأنه هي تجمع كل الأشياء اللي أنا أحبها في الفن الإسلامي الحين. وقتها طبعا ما كنت أعرف ولا أفهم ولا أدرك إيش هذا الشيء، ولكن الحين لما أسترجع الماضي أشوف أن أنا صغيرة ما يجي عمرها 5 كده لازم أوقف عشان أطالع فوق السفرة، فأشوف الأواني الفيروزية، أشوف الصواني النحاس المحفورة، أشوف الفواكه ممكن نسميها مسكرة إنه هي زي المربى محطوطة على أواني صغيرة، فكل ضيف له حبة تين وحبة مشمش وحبة هذا. فهذه الذكريات بهذه الأواني، كان دائما يتحط على الجهة اليسار كده صحن صغير في كافيار، لأنه إيران طبعا كان فيها كثير، وفي كده ملعقة صغيرة من الصدف. فالحين أنا طبعاً نسيت عن هذا الشيء، ولكن بحكم اهتمامي الآن في هذا الشيء إني أسترجع هذا الماضي وأشوف الأشياء الجميلة. فهو ففي الواقع الفن الإسلامي، أدب الفن الإسلامي، جماله، هذا كله كان موجود يعني من بداية حياتي. بس إنه أنت طفل يعني ما تفكر في هذه الأشياء، ولو كان حن أنا عمري 5 بكرة ما أكبر بصير عارف. فهذه كانت البدايات. طيب بعدها خلص الوالد البعثة ورجعتوا للسعودية بالضبط من ألمانيا، إيش أول الصعوبات بالنسبة لك خصوصا موضوع اللغة؟ أنا شخص كنت شخصية يعني أنا كنت شخصية تومبوي في ألمانيا، لا كنت أحب أقعد في البيت ولا ألعب مع الدمي، فأنا دائماً برا. يعني أنا كان بالنسبة لي الكيلومتر في كيلومتر هذا طبعاً إنه هذا عالم، تعرف إنه أستكشفه وأتسلق الأشجار وألعب في المزرعة، فكانت حياتي خارج البيت دائماً. فلما رجعنا السعودية فأنا كنت ما أعرف أتكلم غير العربي الألماني والفارسي. فرجوعي إلى السعودية وهذا كان وقت مختلف تماماً، يعني وقت السعودية مو الوقت السعودية الآن، نحن نتكلم قبل 50 سنة. فطبعاً إني ما أتكلم ولا كلمة عربي كان من أصعب الأشياء، وطبعاً ما أتكلم إنجليزي أيضاً، فكان دائماً الناس ما تكلمني ترفع صوتها، كان صعب أتعلم هذه اللغة لأني الحروف مختلفة، شكل الأطفال مختلف، كل المحيط كله مختلف علي، ما أقدر ألعب برا، انتهينا من هذا الموضوع اللعب برا. تعلمت الإنجليزي بسرعة، كانت أرامكو عندها القناة أرامكو 2 Channel 2 اللي فيها اللي كان في Sesame Street و The Electric Company و Mr. Rogers، وبين الحروف هي نفسها، فالإنجليزي تعلمته بسرعة. طبعا صار عندك أحد الأهم الهوايات اللي صارت في الفترة هذه القراءة بالإضافة للرسم، حكينا عن تجربتها فيها لأنه أعتقد لها تأثير. لا تأثير كبير الكتب اللي وراها بالضبط. This is just some of the books. Okay. من البداية أنا أحب القصص، إنه أنا من البداية أحب الكلام وأحب الناس حتى وأنا طفلة يعني. فكان الوالد كل ما يرجع من المستشفى وأنا صغيرة، يعني هذا كان أجمل وقت لليوم بالنسبة لي أنا، لأنه بابا كان بيدرس وبعدين تخصص وكنا لسه في ألمانيا، فكان لما يجي في الليل وألبس البيجامة أروح أنام إنه يأخذ كتاب ويقرأ لي من هذا الكتاب. فكنت أحس نفسي أنا جزء من هذه القصة، أصير أنا بطلة القصة، فكنت أعيش هذه الأجواء. فلما جينا السعودية وما قدرت لا أطلع ولا أقدر أتكلم على الأطفال ولا ألعب برا ولا هذه الأشياء، صارت الكتب هي حياتي، صار إنه هذا العالم اللي جوا هذه الكتب هي
هو العالم حقي عالمي. فالقصة صرت أقراها أكثر من مرة، لأن أيام زمان ما كان في لا أمازون ولا كان في إنترنت، فكانت ماي جاد ماذر في ألمانيا هي دائما ترسل لي كتب، بس عبال ما الكتب توصل بالبريد كان ياخذ وقت طويل. فتقوقعت كثير على نفسي وصار عالمي عالم القراءة وعالم الكتب، وصارت حتى الشوارع اللي في هذه القصص خلاص حفظتها، والبيوت، وصاروا هدول الأطفال في القصص هم أصحابي، فكان له عامل كبير أكيد. طيب ننتقل على طول لفترة الدراسة الجامعية، وكيف قررت تدرسي العمارة الداخلية؟ وما كان في خيارات كثيرة محمد يعني هذاك الوقت، وما كان في بعثات للنساء أصلاً أنت تروح تسافر، عرفت؟ وكنت لسه صغيرة في السن، وهذاك الوقت ما كان زي الحين، فكان الوالد ما كان يعني يرجح إنه هو يرسلني خارج المملكة. المحاماة كان أول اختيار لي، أحب المحاماة، أحب مش المحاماة اللي أحب بلاغة الكلام، الذكاء في الكلام، رص الأفكار، هذه الأشياء كانت بالنسبة لي جميلة. ولكن ما كان في غير يمكن في الكويت، وبعد كده نحن للمرأة ما كان في مجال المحاماة. وأيضا طبعا كان في حبي للحيوانات، لأنه أنا في ألمانيا كبرت قريبة من مزرعة، فكنت دائما في طريقي إلى المدرسة أمر على هذه المزرعة، فكان يشتكوا في المدرسة أنه ريحتي زي ريحة البيبي كاوز والبيبي بيجز والأشياء هذه. ما كان في مجال، كان في الأحساء، وهذا كان فقط للرجال، ما كان هذا الشيء موجود للنساء. فطبعا زي أي طفل أحب الفن وحب الرسم وكلام، بس اكتفى مجال، فالعمارة الداخلية كان يمكن هو الخيار الوحيد هذاك الوقت. وبدت القصة كده، دخلت العمارة الداخلية. دخلت جامعة الإمام، كان اسمها جامعة الملك فيصل، الملك فيصل. في وقتها. وكان يعني هو كان ما تقول pivoting point في حياتي، لأنه فضلت اللغة العربية عندي ضعيفة خلال المدرسة، وكانت المدرسة لطبقة معينة من الناس، فكان الموضوع تقيل علي، فما كنت أحس بالانتماء. وأعتقد هذه هي قصة حياتي، إني دائما كنت أفتقد إني أنتمي إلى شيء، أنتمي إلى محل معين، بحكم أن والدتي فارسية من أصول تركية وستي عثمانية وأنا حجازية وأصولنا من أوزبكستان. فكان هذيك الفترة هذا الموضوع ما هو ترندي، ولا هو شيء شيك، ولا هو إكزوتيك، يعني ما كان. أتغيرت المملكة وتغيرت، تغير كل شيء هذاك الوقت، هذا الشيء كان غير مريح بالنسبة لطفلة. ففضلت اللغة العربية صعبة بالنسبة لي. فلما تخرجت ودخلت الجامعة، جامعة الملك فيصل، فلقيت نفسي في جو إيجابي أكثر بالنسبة لي، لأنه أولاً كانت الدراسة بالإنجليزية، فهذا غير كثير فيه، يعني انطلاقة، قدرت أتنفس وأعبر عن نفسي بطريقة مختلفة. أيضاً الأساتذة كانوا من جنسيات مختلفة، فكان عندنا في هذاك الوقت كان عندنا أساتذة من تركيا، من إيطاليا، من أمريكا، من بريطانيا، فكثار المحيط محيط مختلف تماماً. وأيضاً الطبقات المختلفة اللي جايين من المدارس الحكومية أو جايين من خارج المملكة، كان عندنا طلاب من فلسطين كثير، فتغير المحيط كله صار مختلف. وكان بالنسبة لي محيط إيجابي، صح إنه نحن كنا ندرس في سكن الممرضات، شيء مؤذي، يعني مكان يخر، ينزل حبتين مطرة يخر من فوق لغاية تحت، وعندنا حلقة موية في الستوديوز، ولكن وجدت نفسي هناك، ووجدت فعلاً إنه العمارة الداخلية كان مناسب بالنسبة لي أكثر بكثير من أي نوع من الفن، لأنه الفن غير منظم. وأنا إنسانة جداً ألمانية، أحب النظام وأحب الأسس، أحب المعايير وأحب كل شيء مرتب، فبالعكس فموضوع العمارة ناسبك، توازن العمارة مع الفن كان جداً يعني مناسب لشخصيتي. تعرفك على الفن الإسلامي بدأ فعلياً بالجامعة، تحكي لنا عن التجربة هذه؟
هذه كانت تجربة عجيبة، يعني هذه من الأشياء اللي فعلاً غيرت مجرى حياتي. بس حتى في هذاك الوقت محمد أنا ما كنت أدري إنه هذا حيأثر في يوم ما بعدين. إحنا الآن على... نقرأ بالعكس. عرفت، ولكن في وقتها كانت في كانت عميدة الكلية اسمها آيشن، كانت جدا إنسانة قوية. كنا ناني مكفيه من جد. فأخذنا يمكن حتى أكثر من عندكم في العمارة. كان عندنا 6 سيمسترز للفن الإسلامي والعمارة الإسلامية، يعني على 3 سنين. فكنا ناخذ في السمستر الأول يعني 101 102، وبعدين لمدة 3 سنين ونحن ندرس عمارة وفن إسلامي. غير مجرى حياتي، لأنه في أول مرة بعد السنين هذه كلها وجدت الانتماء، لأنه كل هدول الفنانين المعماريين المؤرخين الكتاب لم يكونوا عرب، أكثرهم ما كانوا عرب، أكثرهم كانوا عجم، ولكن اللي جمعهم هو الإسلام وحبهم للكمال والجمال اللي كانوا هما بيسووه. فلقيت إنه أنا زيهم، فأنا أنتمي إلى حاجة أكبر من الدائرة الصغيرة اللي أنا فيه. أنا أكبر من المحيط، نفترض المملكة والخليج والعالم العربي، فهو هذا عالم it's global. يعني أنتمي إلى مغول الهند وأنتمي إلى العثمانيين تركيا، فأنا كله لي، لأنه إحنا اللي يربطنا واللي يجمعنا هو الإسلام. ففعلا كان يعني زي ما تقول انتهى الصراع إني أريد أنتمي، لأنه خلاص أنا أنتمي ما يحتاج يعني. فهذه كانت فعلا نقطة جدا مهمة، كأنك أخذت نفس أنك you arrived، وصلت. يعني أنت بتدور على محل، زي المثل اللي قلت لك، أنا مو المثل السلوغن حق مكتبك، وهنا جذوري، هنا لغتي، وهنا قلبي، مش موجودة. فعلا أنه وجدت نفسي انتمائي إلى الحضارات الإسلامية، لأنه لقيت أنا نفسي زيهم. فهذه كانت الحلقة المفقودة. قبل ما نروح على الماجستير، إيش كان مشروع التخرج وأهم نتائجه بالنسبة لك؟ نحن في مقابلتنا اليوم زي ما قلت لك، لأنه أنا الآن أنا وجودي مش نفس الإنسان اللي قبل سنة أو 5، فالحين اللي أنا قاعدة أتكلم عنه ولا اللي قاعدة أرجع له وأستشفه هي النتائج للمشاريع أو ده. فأهلي الحين مشروع التخرج كان مبنى في كابيتل هيل في واشنطن، وكان مكاتب. كان مطلوب مننا إنه نحن في الصيف قبل التخرج نحن ندور على مبنى يتحول إلى مكاتب، يعني حاجة بسيطة، ما كان حاجة كده complicated. يعني أهلي لما كنا نحن نسافر في الصيف، السنين اللي كنا نروح نزور أهل أمي في أمريكا، كنت أنا أرتب إنه شهر من هذه الإجازة إني أنا أروح أتدرب في مكاتب مختلفة. طوال الدراسة. طوال فترة الدراسة، مش بس. أيوة طوال فترة الدراسة. فكان واحد من المكاتب هم في كابيتل هيل في واشنطن، واشتغلت معاهم، والمبنى كان حاجة خلاب from the 1920s حاجة زي كده. فرجعت بهذا المبنى وقالوا لي ما يصير، هذا المبنى لازم يكون في السعودية. قلت لهم ليش، ايش يفرق، هو مشروع وهمي ما له علاقة، مش حيتنفذ. ايوه ولا حينفذ، انه هو شيء وهمي. بس الجميل كان في هذا المشروع، بحكم علاقتي من البداية بمكاتب أجنبية، فإن هم كانوا يراجعوا المشروع، كنت أرسلهم إياه بالبريد، أسوي الكونسبت أرسلهم إياه بالبريد، يعني يسووا لي، يعني يحطوا لي ملاحظاتهم، يرجع مرة ثانية بالبريد. كان الموضوع جدا صعب لأنه كان يوصل متأخر وكذا، بس هذه كان بدايات وأنا في الجامعة، وأنا أحاول إني أعمل في شيء خارج المملكة وأشوف كيف التعامل مع مكتب خارج المملكة أيضا. كيف قررت تدرس الماجستير؟
أنا ما قررت أدرس الماجستير، أنا كنت من البداية بالباتشلر أريد أذهب إلى أمريكا. كان أهل أمي أكثرهم طبعاً بعد الانقلاب في إيران صاروا في كل محل في العالم، بريطانيا، أستراليا، أمريكا، فعدد كبير منهم كانوا في أمريكا، فكنت كل صيفية تقريباً نحن هناك، فكنت أحبث أني أدرس هناك البكالوريوس. فالوالد كان وعدني إنه إذا جبت علامات عالية، أو قال لي 4.0 average وجبت 4.0 average إنه حيرسل لي على الماجستير. وبحكم الوالد أكاديمي فكان يعتقد، وهذا كلام صحيح، إنه الواحد لو يقدر يأخذ الماجستير وتخليه عندك تستفيد منها في أي محل، واحد ما يدري إيش يصير في الدنيا تستفيد منها. ففي الواقع الماجستير في أمريكا، أنا أقدر أقول لك من الحين الماجستير كماجستير كثيسس ما لها أي قيمة. يعني أنا بالنسبة لي ما كان لها قيمة، إنه القيمة كان هي في التجربة، تجربتي ومعيشتي في أمريكا، الأشياء اللي قدرت أسويها وتعلم منها. وفعلاً أنت متذكر ما كان عندنا المقابلة مع بعض، قلت لك إنه هذا ممكن أكتب فيه كتاب، إنه هي كلها كانت سنتين ماجستير وكمان سنة ونص من العمل، ولكن تجارب الحياة كانت جدا كبيرة. يعني أشياء يمكن الحين ما سويتها اللي سويتها في أمريكا. كان خلينا نحكي على أسماء أهم الأساتذة اللي أثروا عليك بالفترة هاي في الماجستير. أوكي، كان في... قبل ما نروح، بس إنه نعرف الجامعة اللي هي ريتشموند. الجامعة BCU ريتشموند، فيرجينيا كومنت يونيفرسيتي في ريتشموند، وهي موجودة دحين في قطر، وهي كانت أول جامعة محطوط موجودة في الدوحة في الإدوكيشن سيتي BCU ريتشموند. BCU اخترت أنا هذه الجامعة أولاً، واحد من بنات خالاتي درست فاشن هناك، ولكن أيضاً هم كانوا الوحيدين لي يقدم رسالة ماجستير كاستم ميد لك أنت، فأنت ترسل لهم رسالة ب2000 كلمة تشرح لهم إنه أنت ماذا تريد أن تحقق بهذا الماجستير، فهم يرتبوا لك مواد وأشياء مرتبة على اللي أنت تريد أن توصل له. فهذا كان من الأسباب. أيضاً إنه قريب كان من أهل أمي. It's in the south، فمنطقة محافظة كثير أيضاً يعني. طيب، هذا سبب ريتشموند. الناس جزء من الماجستير عندك 60 ساعة 60 credits، 12 منها يكون في حاجة اسمها minor، فتاخذ تخصص آخر، فالتخصص هذا الآخر بالنسبة لي كان painting. فالتوم ديشميت كان رئيس القسم، أو لا رئيس الجامعة، وكنت أرسم معه. ففي زي ما حكيت لك كان في شيئين، احنا نسيت والله، يمكن كان في اكثر من شيئين، ممكن تذكرني. هو فعليا كان ديش توم هو اللي علمك الفهلوه. هو علمني الفهلوه، وانا كنت فهلويه، بس هو سمح لي بالفهلوه. زي ما قلت لك، امريكا علمتني اشياء كثيره، علمتني الكلام، علمتني التعبير عن الناس، علمتني الماركتينج، علمتني الثقه. امريكا تعلمك الثقه بالنفس. في شيئين حصل في أيام الجامعة اللي كان يمكن جداً مهم لحياتي بعدين، أو ثلاثة أشياء. أولاً، لما كنت عايشة على الكامبس نفسه، على نفس محل الجامعة، وقليل الناس اللي كانت تعيش على الكامبس، فكنت عايش مع بنتين في شقة غرفتين نوم، فهم كانوا ماخذين الغرفة الأمامية الجميلة، وأنا كنت بشوف وراء محل الباركينج. هي كانت واحدة كانت تشاينيز، والثانية كانت من البرتغال. فالبنت اللي من البرتغال، وكلهم كانوا بيحضروا ماجستير معايا، فالسيدة اللي من البرتغال لقيت إن هي كدخل إضافي إن هي بتترجم من البرتغيز إلى الإنجليزية. فلقيت الناس كلها في الجامعة تشتغل ما عدا أنا يعني، فأنا أردت أيضا يكون عندي دخل إضافي، أبغى يكون دخل إضافي
لأنه الوالد كان الحمل عليه كثير، كانت أختي تدرس في بوسطن، كان الموضوع جدا غالي، وأنا برضو في ريتشموند، فللأشياء الإضافية. وأيضا أنا أحب التجارب، أنا أحب المغامرات بطبيعتي، أبغى أسوي أشياء جديدة، والدرايفينج فورس حقي أنا is new ideas يعني. فذهبت إلى حاجة اسمها language lab، مختبر اللغة. قلت لهم إن أنا معمل اللغات في نفس الجامعة، ورحت قلت لهم إن أنا زميلتي مسجلة عندكم، فهي بترجم من البرتغيز إلى الإنجليزية، فأنا أريد أسجل اسمي. فقالوا لي أنت إيش اللغات اللي تكلمية؟ قلت لهم أتكلم عربي، أتكلم ألماني، أتكلم فارسي. بصراحة انبهر، وأنا كنت صغيرة، عمري 24، هذه كده صغيرة حجمها جد. فكتبوا عندهم وأخذوا أرقامي والتليفون، وما صار شيء يعني. قالوا مثلا عندنا شيء نحتاج فيه الترجمة، نحن نكلمك. قلت أوكي. مر حوالي أسبوعين، وقلت لك كانت فاجعة، الساعة 6 صباح أنا نايمة يرن التليفون جنب إذني وألو، فيقول لك good morning، نحن نكلمك من المحكمة الجنائية في ريتشموند. فأنا بس قالوا لي كذا، جاني كذا سكتة، قلت لهم إيش and what did I do، أنا إيش سويت؟ قالوا لا أنت ما سويتي شيء، إنه اسمك أخذنا بالترجمة. أي أخذنا من المعمل اللغات في الجامعة، فنحن نريد إنك تترجمينا في قضية juvenile court اللي هو للسن تحت ال 21. أرسلوا لي القضية، وكانت لبنت إيرانية أم، فالقضية كانت لبنت يعني كان عندها مشاكل نفسية وأشياء زي كذا. فهذه كانت البداية إني أقعد في محكمة جنب القاضي كذا على اليسار وهو فوق، وأبدأ أترجم. فهذه كانت أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، وكان في بس خلاص صار اسمي في كل المحاكم في هذه المنطقة. لا تنسى ريتشموند هي عاصمة الجنوب، ففيها الكونغرس، سوري السنت، فالمحكمة، المحاكم مهمة هناك. فليس فقط أنه صار عندي دخل إضافي، وكان الدخل ممتاز، $60 في الساعة، شيء مو بسيط الحين يعني، يمكن الناس ما تدفع لي هالمبلغ، ولكن اللي كان جميل، أنا كده ولا كده قلت لك أحب المحاماة، فصرت أحضر لهذه القضايا، أقدر أقعد فوق في المكتبة للمحاماة، كنت وقتها بحضر طبعاً الماجستير، فأروح أسوي فوتوكوبي براحتي، أو المحامين الأمريكان فعلاً حتى القاضي كانوا يعطوا وقت. كان القاضي نفسه بيسألني أنت كيف جايد؟ ليه أنت حطيت اسم؟ ليش تسوي هذا الشيء؟ فقلت له أنا مرة أحب المحاماة من البداية. ليش حضرتي؟ ليش أنك حضرتي؟ يعني بيستغرب أنك حضرتي. أيه، هو كان مستغرب التحضير. فقلت له صعب الإنسان يترجم الشيء زي الببغاه ولا يفهم، لا يعرف إيش هي القضية. فالقضايا المختلفة تعرفت على أشياء كثيرة، food stamp fraud، فعلاً أشياء كثيرة تعلمتها. بس هو كان شغف، كان شيء جميل وتعلمت، وطبعاً تحسنت لغة الإنجليزية، هذا كان جداً مهم. في مجال اللي قلت لك عليه الماركتينج، هذه كانت من الأشياء الثانية. لما هذه حلوة. فأنا ما كنت أرسم، والمبنى حق المبنى للفنون التجريدية كان المبنى قدام بيتي بالضبط فوق، فأنا كنت أروح أرسم. فشفت أنه كان في الصيف، هذاك الصيف بالذات اشتغلت مع مصممة ديكور، أبا أقول، فكنت أشوف أروح معها كل محل، إنه ما كان في مجال، أنا بعيدة عن واشنطن، فأخذت تمرين صيفي اللي لقيته يعني. فالآدمية هذه السيدة مصممة، شفتها إنه هي مع كل اختيار الأثاث، فهي تختار لوحات، واللوحات اللي نحن نشوفها، تعرف الولد اللي بدمعة عليه فريم مخمل، أشياء زي كده، أوكي. فأنا يعني ماني فاهمة هذه الأشياء، بوستر له 100 فريم كلاسيكي كده. فقلت لها طيب أنت ليه تبيعي هذه الأشياء؟ طب ليه ما نبيعهم مودرن أرت؟
فتقولي من فين أبغى أجيب المودرن آرت بهذا السعر؟ قلت له أنا أجيب لك المودرن آرت بهذا السعر. فكان صيف، كان بداية الصيف، فروحت لي، ذهبت لتوم دي شميت، قلت له توم أنا شفت لوحة يحطوها في نهاية كل سمستر مكتوب إنه مثلاً بهذا التاريخ إنه كل اللوحات اللي إحنا رسمناها حتنشال من الاستوديو حتترمي إذا إحنا ما شلناها، في ديدلاين يعني. فقال أيوة. قلت له يعني الحين تكنيكلي، قلت له أنا ممكن أشيلهم أنا أخذها؟ فيقول لي تاخذي إيش تسوي؟ قلت له أبغى أخذها أبيعها. قال لي تبيعي لمين؟ قلت له أنا قاعدة أتمرن مع السيدة هذه، فأنا أريد إني أبيع هذه اللوحات. قال لي مين يبغاها؟ قلت له أنا ممكن أبيعها. قال لي تكنيكلي لو هم العمالة والعمال النظافة نزلوه في من الاستوديو ودوه لمحنطق النفايات وإنتي أخذتيه، أنا ما أقدر أقول لك لا. بس هذا الكونفرسيشن هذا اللي صار بيننا ما تقولي لي ولا أحد، ما صار قلت له طيب. وفعلا جبت أصحابي كلهم وزميلاتي اللي معايا في الشقة ونزلنا لوحة ورا لوحة. اللوحات اللي كانت قبيحة شلنا منها الكامبس ورمينا واحتفظ أنا بالفريم الهيكل، لأنه أنا نفسي كنت لازم أصنع هذا الهيكل وأقعد في منطقة النجارة طول يوم أسوي في هيكل الخشب. تشتري الخشب بحوالي $20 وتقضي اليوم كله تبني هذا الشيء وتقصه وبعدين تشتري الكامبس، يعني شغلانة قوية أي الفريم نفسه. فاحتفظت بالفريمز كلها وحطيت إعلان في الجامعة إنه أنا عندي فريمات بهذه الأحجام، وحطيت مثل الورق هذا رقم التلفون وأنا ببيعها $10. فهذا تعال الناس كلها اشترت الفريمات اللي ما حدا ما أبغاها، واللوحات سويتها كده لفيتها وحطيت كم كلمة على هذه اللوحة إيش هي، مثلاً سنو وايت ما أدري ريد مون كلام زي كده، واللي كان تعبان ما أخذناه والباقي أخذته عند هذه السيدة وديت لها إياه. قالت لي أنا أي شيء تبيعيني أنا أضيف عليه 30%. قلت لها أوكي. بعت لها إياهم أقلاً كان أحسن من اللوحات هذه، ولد بدمعة يعني مخمل يعني كان أجمل مودرن آرت وحجم كبير، محمد حجم كبير مثلا مترين في متر، عرفت أشياء زي كده. جاء السمستر وتوم دي شميت جاني رسالة من عنده أجيله المكتب، فجيت المكتب حسبت سويت شيء حاجة كويسة. فهو لا هو كان عنده فضول إنه يعرف إيش صار، فقال لي أنا بس حبيت أعرف السمستر في الصيف، يعني السمستر راح أو في الصيف أنت روحتي أخذتي اللوحات؟ قلت له يس سير. قال إيش سويتي فيه؟ قلت له والله اللوحات اللي كانت قبيحة أخذت الفريمات وبعتهم، واللوحات اللي كانت كويسة بعتهم. قال لي how much money did you make؟ قلت له $5,000. فأنت الحين شوف نحن في أمريكا طلاب، يعني الناس يشتغل الليل كله في يعني جرسون في مطعم عشان يطلع $25. فقال لي أنت you are a born entrepreneur، يعني فهي كانت ما أعتقد وقتها هي كانت فكرة الفلوس، هي كان الموضوع exciting، عرفت أنك أنت تسوي هذه الأشياء وتقدر تسوي هذا الشيء. ففي مغامرات زي كده كثيرة في خلال هذه الفترة سنتين ثلاثة اللي أعطتني روح المغامرة، أعطتني هذا الثقة. وطبعاً هذه الأشياء تقدر تسويها هناك، وهو أمريكا كمجتمع تشجعك على هذا الشيء. كان في تجربة صارت معك مع أحد الأساتذة قدرت تطلعي فيها برسالة أو بسلوغن لك وأنت الآن شغال عليه، في نعرف التجربة هاي؟ أوكي هذه كانت حلوة برضو. كان عندنا المسؤولة عن القسمة ورسالة الماجستير بوي هارود، نحن كان عددنا 6، أنا وكريستينا من كريستيانا من اليونان، آل من نيويورك، تشاوي من كوريا، نيثن من تشاينا، فكنا أجانب بطريقة أخرى. فلما انتهينا من الثيسس سألتنا
نحن الحين لما نتخرج ونرجع بلادنا، نحن كيف نريد أن نسوق نفسنا؟ فقاعد أبغاكم تكتبوا على ورقة 3 أشياء تحطوها هنا في العلبة بدون اسم. حطينا، طلعتهم ورقة ورقة، إنه أنا مبدعة وأنا نشيطة وأنا رمتهم كده كلهم، قاعد nothing you and everybody else، كل واحد يقول هذا الكلام. ما عرفنا إيش نكتب. قالت أكتبوا 3 أشياء تعتقدوا إنها هي سوف تعيقكم من النجاح في المستقبل. نقاط ضعف. نقاط ضعف. أو تعتقدوا إنها نقاط ضعف. أو إنه تعتقد نقاط ضعف. فأخذت فكتبت إني امرأة وإني عربية وإني مسلمة. أحيانا ما أتذكر التانين إيش كتبوا، بس هذا اللي أنا كتبته فحطيتها في العلبة. فأخذت الورقة وطالعت فيها وقالت لي شايفة هذه حتسوقيها، because هذا الشيء اللي حيميزك عن كثير ناس. أنت بتشوفيها دحين نقاط ضعف، ولكن هي لو ركزتي عليها فهي بتكون نقطة قوة، نقاط قوة لك اللي حتميزك عن الباقي. فصارت هذه فعلا رسالتي، على قد ما هو صعب وما زال صعب، بس هي فعلا نقطة تركيزي في حياتي، نقاط تركيزي في حياتي. إيش أول حاجة سويتيها بعد ما تخرجت من الماجستير؟ أول ما تخرجت كنت شايفة حالي بقدم بس لمكتب واحد اللي هي تريشا ويلسون في تكساس، وكان لسه مكتبها صغير، ما كان حاجة كبيرة لسه وقتها. فأرسلت لهم السي في بالفاكس هذاك الوقت، فما أخذوني، كان هم مكتب صغير وهم لهم مشروعهم في أفريقيا لو سيتي ريزورت، فما كانوا يأخذوا أي أحد. ولكن أرسلت لي جواب جميل وقالت لي المناظير، ووقت المناظير كلها كانت واتر كولر كنت أنا أشتغلها، تقول إنه لسني الصغير إنه هذه المناظير واللي اشتغلت التصميم إنه جميل جدا. بعد كده دورت على مكتب، توظفت في مكتب في واشنطن دي سي، تعلمت منه الممارسة نفسها يعني، بس هذا الموضوع ما طول كثير. فهو نفس المكتب اللي اشتغل معه توماس فيزنت لو تعرفه. فنحن دائما لما تواصل نتكلم عن صاحب العمل، نحن اثنين عشنا هذا الشيء. بعد كده عملت أو اشتغلت في مكتب في ماريلاند، وأنا لما رحت هناك حتى أهلي ما انبسطوا من هذا الخيار، لأنه المكتب الأول في واشنطن دي سي كان تركيزه على التصميم فقط، وكان العملاء كل أغنياء، يمكن أكثرهم يهود، أغنياء واشنطن. المكتب الثاني كان له جزئين، له جزء شوروم معرض للأثاث وجزء تصميم. فالحين أنا يعني أيام زمان بنت سعودية قد الدنيا ما أخذت ماجستير، شو وديها تشتغل في محل زي كده. ولكن أنا كان لي نظرة، أنا ما أعرف الماركات ولا أدري مين المصنعي الأثاث والأقمشة، ما أعرف هذا الشيء، ما تتعلم وانت لا في الجامعة ولا في الماجستير ولا غيره. فكان مرة بالنسبة لي مهم أني أعمل في محل عشان أتعرف على كل هدول الممولين. وكل هدول الممولين من هذاك الوقت الأمريكان يجي يعلمك صناعة الأثاث، يكون مثلا شركة زي بيكر لما تنزل أثاث يدربوا الناس في هذه المعارض، معرض أثاث يدربك عشان أنت تعرف حتى الدرج هذا اللي تطلعه من وراء وإيش، لأنه كيف أنت تبيع الشيء أنت ما تعرف إيش هو. ففعلا تعلمت الشيء الكبير. هذا المحل كان محله جدا استراتيجي في روكفيل ماريلاند. Again كل المحاماة، كل الدكاترة، كل البانكرز، كل الناس هذول كانوا هناك، والسلك الدبلوماسي كان هناك. فهذه كانت بدايتي مع السفارات. فجاءت سيدة جميلة، أتذكر قديش هذه الإمرأة كانت جميلة، فكانت أميرة من إندونيسيا.
فهي كانت زوجة السفير الإندونيسي في واشنطن أو في، فهي جات تبحث عن مصممة. أولاً طلبت مصممة مسلمة إذا كان عندهم، هذا كان جداً عجيب إنه أحد في ذاك الوقت ده 1996 في أمريكا تسأل سؤال زي كده. فقالوا له موجود، قالوا له وأحبذ أن تكون امرأة وأحبذ تكون ليست أمريكية. فطلعت أنا كده تعرف كده تدين. فكانت هذه بداية تجربتي، وكانت تجربة جميلة لأنه بعد كده صار يستضيفوني في عشاء عيد وطني، وأتعرف على ناس ثانين، أتعرف على the president of the World Bank، أتعرف على سفراء ثانين، زوجات سفراء. فكانت هذه البداية. فبعد كده أنا ما طولت، يعني يمكن كمان سنة ورجعت السعودية. رجعت السعودية لأنه كان في يعطوك الجامعة فيزا، وهم مددوا لي الفيزا كمان 6 أشهر فيزا للعمل عشان تأخذ تجربة. فبعد كده أنا رجعت إلى السعودية عشان ألتحق بوظيفة في أرامكو. بعدين رجعتي سافرتي بعدها بسنة برضو إلى لندن واشتغلتي أيوة. مع المستثمر الدولي. أيوة. يعني اتعلمت برضو الشيء الكثير مع كوميونيتي سيرفيسز، مع ريم النعيمي وعبير بخريبة وفاطمة الراشد، ففعلا تعلمت أشياء كثيرة. هذا برضو يعني الحق يقال. بعدها تزوجت وانتقلت إلى بريطانيا، وفي لندن هذا كان شيء ثاني. يعني تعرف الناس لما تعتقد أنها بتشتغل في بريطانيا ولا أمريكا، بس هم مو نفس الشيء. يعني أمريكا هنا في التعامل والبروفيشناليزم، وبريطانيا هنا. فأنا لما اشتغلت في أمريكا وبعدين رحت أشتغل في بريطانيا وتعامل مع المقاولين وهذا، فكان شيء مختلف تماماً. ولكن جاتني الفرصة أني أعمل، أني مع كان اسم الشركة وقتها بنك المستثمر الدولي، أنه كانوا يشتروا عقار شقق وأشياء زي كده ترمم وترجع تتسوق. فبديت في هذا المجال. كان مرة صعب. أمريكا عندها حاجة خدمة العملاء، أنك تشتري أشياء ويسوي لك ديليفري أيام زمان. بريطانيا ما حدا يسوي لك ديليفري. فكانت الأشياء غريبة، بس بحكم أن أتكلم إنجليزي طبعا أكيد الموضوع قدرت أدبر حالي. فهذه كانت برضو تجربة كويسة. بعد كده انتقلت إلى جدة. أقول استقطب ما أقدر استقطبتني عرفتي على الدكتورة سهير القرشي. يعني إنسانة، يعني تعرف في شيء اسمه جمال الروح وجمال الشكل وجمال، فهي ما شاء الله يعني كانت تجمع بين كل شيء من جد. فهي أعطتني هذه الفرصة الذهبية إني أكون من مؤسسي القسم التصميم الداخلي في دار الحكمة. وكان حظي إنه معايا نخبة من الطالبات اللي هم لغاية الحين زميلاتي. أنا ما أعتقد أحد حالف الحظ في التعليم، وفعلا هذا الشيء بقوله وأنا متأكدة وواثقة من هالموضوع. أنا ما أعتقد في أحد درس على مستوى جامعة عنده كان عنده هذا الحظ إنه البنات اللي أنا درستهم فضلوا فعلا زميلاتي. يعني اوكي انت ممكن تدرس ويفضل الطلاب معك يعني في كونتاكت وكذا، بس انه يصيروا اصحابك ويصيروا جزء من حياتك، هذا كان شيء عجيب. فكأنه انا كنت احتاجهم وهم يحتاجوني. طبعا انا كان وقتي عمري 28 وهم عمرهم 18، فما كان في يعني جاب. ولكن كانت مرحله جدا مهمه بالنسبه لي انك تاسس شيء من لا شيء، ولكن الحب وهذا السبورت اللي جاني من الجامعة ومن البنات لا يقدر بثمن بصراحة. حين أنت فعلياً تجربتك الأكاديمية بس سنتين، بعدها رجعتي على الدمام وقررت تفتحي أول مكتب لإلك. إيه رجعت الخبر. أنا فضلت في المجال الأكاديمي من ناحية لغاية الحين إنه تنعزم كجوري ممبر في الإمارات وفي قطر كثير، بحكم إنه
بي سي يو قطر، فأنا من ألومناي صح، فأنا كان يعزموني كثير لورش عمل، الجامعة. محاضرات، كونفرنسز جدا كثير، ومن خلالهم تعرفت على جامعات في الإمارات، فصرت برضو أروح لورش عمل وإلى آخره هناك. انتقلت إلى، رجعت إلى الخبر وأردت أن أفتح مكتب. طيب هذا يعني لو تسوى منه ميشن امبوسيبل، يعني توم كروز ريلي، لأنه الحين لما أفكر فيها يعني ما أدري، الواحد لما يكون يمكن سنه صغير ما يفكر في الأشياء هذه، كان الموضوع يعني المستحيل. أولاً إنك أنت ممنوع من الممارسة، هذا أولاً. المرأة ما لها محل في المجتمع أو في المجال المهني، يعني أنا كان في ترخيص لسه للمرأة بمزاولة النشاط. لا مش بس الترخيص، أنت ممنوع تعمل. يعني مثلا كان عندي زملاء كثير من عبد الفتاح المؤمن ومحمد أبو النور وسكادو رولان راد، ويعني مهندسون السعوديون كلهم أعرفهم، بس ممنوع أنا أشتغل عندهم، ممنوع. ما في حتى أوكي غرفة لوحدي، لا ممنوع، ما يصير أصلا. فما كان في أي مجال للمهندسة السعودية تعمل، ممكن إنها تدرس في الجامعة بس غير كده ممنوع. طيب حاولت إني أجد فيلا في أحد الأحياء السكنية الكومباوندز، من كومباوند لكومباوند ما حدا راضي، لغاية ما نهاية يعني من حسن حظي إنه في أحد أعطاني أجرني بيت، كانت هذه هي البداية. هذا لا يعني إنه الأم بالمعروف ما كان يجوني كل أسبوع يدقوا الباب يعني، ولكن هذه كانت البداية. كانت أكثر من الصعب، ولكن زي ما قلت لك الواحد لما يكون عنده إرادة وعنده حب، فأنا كنت مؤمنة بهذه الرسالة. والحق يقال كل المهندسين كانوا يشجعوني أيضا، يعني كل المكاتب في الخبر والدمام من الملحم لكلهم، كلهم لما كنت أكلمهم أقول لهم أنا ما أعرف كيف أكتب عقد، ممكن تعطوني عينة عقد؟ يعطوني. فهي طبعا هي أيضا كيف أنت تطلب الشيء، كيف أنت تتعامل مع الناس، هذا شيء عامل أساسي. فأنا كان عندي شغف إني أتعلم، وأتذكر محمد أبو النور المهندس كان يقول لي دي سفنجة، فعلاً إنه أنا كل شيء أخذه كده أتعلم، ويقول لي أنت تأخذين من عندي يصير أحسن، كيف سفنجة. وفعلاً وكان عندي هذا الروح، كنت أعمل ليل ونهار. إيش كان أول مشروع تتذكري أخذتيه؟ هو أول مشروع اللي أخذته هو اللي دخلني في المحاكم الشرعية لأخذ فيه لترخص منها المهندسة السعودية. أنا تعلمت من أمريكا لما تفتح مكتب أول شيء لازم تسويه أنك تلاقي محامي، هذا أمريكا تعلمك لازم تأخذ محامي يسوي لك العقود بالضبط هذه الأشياء. فهذا نفس هذا المحامي كان عنده بيوت وشقق وأشياء زي كده، فصار في بيني وبينه خلاف، فأراد أن يضرني لأنه على أساس أنه بسبب الخلاف اللي صار، بسبب الخلاف صار ينتقم منك بالضبط، فينتقم مني. فإنه فكان الغرض من هذا الانتقام أنه هو يسكر مكتبي، وأنا كان عندي ترخيص تجاري، ولا كان ترخيص مؤسسة ديكورات، يعني هذا اللي كان الترخيص، ولكن زي ما قلت لك المرأة ممنوعة تعمل. فدخلنا في هذه الدوامة إنه دخلنا في المحاكم لمدة 4 سنين. خلال هذه الفترة هي 4 سنين، هي هذا الشيء كده إنه فأنا قاعدة ببرهن إن أنا مؤهلة ولكن غير مرخصة، عندي ماجستير من أمريكا، عندي بكالوريوس من وزارة التعليم العالي، وعامل مهم عندي مشاريع، كان لوقتها يعني في خلال 4 سنين صار عندي مشاريع مع وزارة الخارجية السعودية،
فكان عندي عقود، أربع عقود مع الدولة موقعة من الأمير سعود الفيصل الله يرحمه. فمن ناحية إن أنا مؤهلة فأنا مؤهلة، فهو الخلل من وزارة التجارة ليس الخلل من عندي. فبعد 4 سنين من العناء والكتابة، لوقتها أعتقد عبد الرحمن الربيعة كان رئيس اللجنة المهندسين، وعم هاشم يماني وزير التجارة وقتها، ففعلا أرسلوا رسالة وقتها، ورفعت هذه الرسالة إلى المقام العالي، وقت الملك عبد الله الله يرحمه، فرخصت المهندسة السعودية في مارس 2008. في أغسطس أنا قلت لهم باي باي. أهم المشاريع، الحين بدينا بالمشاريع، قلت لك بديت بكم مشروع منازل بيوت. الصراحة محمد ما ناسبني هذا الموضوع أبدا، لا لشخصيتي ولا لعملي. الحين مو عشان هو ريزيدنشال هو منازل، مش هذا الغرض، مش هذا السبب. السبب هذاك الوقت الزبون السعودي اللي يريد أن يوظف أو يعمل مع مهندسة لو هي معمارية أو تصميم داخلي، ما عنده هذا، ما عنده هذه التجربة، ما شاف، ما كان في إنترنت لسه، ما كان عندنا يعني، كان الإيميل حتى بس داخلي. فما هو الزبون حق اليوم؟ الزبون اليوم شايف أكثر منك، مسافر أكثر منك، قاعد في أجمل الأوتيلات، عنده بينترست، عنده ويب سايت، عنده كتب، فالتعامل ذاك الوقت مع عميل أنه يريد أن يصمم بيته مختلف تماماً من العميل اليوم. فالتعامل كان صعب. حصلت صدفة، كان أنا تعرفت عن خلال مشروع محمد أبو النور، كان هو بيصمم بيت لبيت الحميد والزامل، كان في فنان فرنسي يرسم الجداريات هذه الكلاسيكية والأشياء هذه. أنا تعرفت على هذا الشخص، فكان في، كنت في قطر، أحنا ما أتذكر والله ليش كنت في قطر، فهو عزمني معه إلى مكتب شاب قطري، لأنه هو بيسوي له الرسومات اليورلز أيوة هذه. فأنا رحت معه، فهذا الشاب القطري كان خلال النهار يعمل مع وزارة الخارجية القطرية، وكان هما يصمموا سفراتهم وبيوت السفرة في نفس الوزارة، يعني كان إنهاوس هذا الموضوع. وبعد الظهر كان عنده مكتبه الخاص للتصميم لبيوت وأشياء زي كده. فالحين هذه لما رحت معاه وتعرفت على هذا الشاب وفهمت هو إيش يسوي، جات الفكرة، جات هذه الفكرة. يعني هي طب هي الفكرة موجودة بس أنا ما كنت أدري عنها، مش إنه في حاجة زي كده، إنه في تخصص أصلاً زي كده. فانبهرت بهذه الفكرة، قلت هذا الشيء اللي أنا أبغى أسوي، أبغى أسمم سفرات المملكة خارج المملكة. يعني أيوة هي فكرة حلوة يعني، بس هو السؤال كيف توصل أنت لهذا الشيء؟ يعني ليش يوظفوك لو يمكن هذا الشيء مش موجود أصلاً، ما أدري. فلما رجعت كنت أوريدي فاتح المكتب، فلما رجعت الخبر بديت بالتواصل. وهذاك الوقت أنك توصل تكلم البدالة وزارة الخارجية وتكلم قسم الإنجينيرينج، هذا كان سهل، مش زي الحين يعني ألو يحول لك قسم الـ you know الصيانة، قسم التصميم، قسم الهندسة. فأعتقد لمدة 3 سنين وأنا أكلم هذه البدالة، وما كان وقتها، كان ما هو سهل أنت تركب الطيارة، وكان يعني المرأة تسافر لوحدها والإذن الخروج، يعني الموضوع ما كان بينقولك أوكي أنا أطلع الرياض أروح أشوفهم، لا ما كان بهالسهولة. ففضلت فعلا إنه لمدة 3 سنين إني أتوسل إليهم إنه يعطوني فرصة، أرسل لهم شغلي. ما كان في غير بريد، ما كان في لسه الأشياء هذه اللي عندنا إيميلز. فحصل إنه مع الشاب هذا القطري إنه كان في الميلان فير،
وهو كان نازل، فقال لي انت حابه تيجي؟ وحتى وقتها رحت مع الوالده، فنحن الاثنين نزلنا على ميلان وزرنا مشروع لمشاريعه. كان السفير القطري في ايطاليا، كان قبلها في يتقط نيويورك، فرحنا البيت بيت السفير، هو لسه تحت التنفيذ، وتعرفنا على السفير. فهو كان بيسالني انا ايش اسوي ولا هذه الاشياء، فقال لي انت ليش ما تعملي نفس هذا الشيء لبلدك؟ قلت له والله انا اتمنى، انا لي 3 سنين ادق بابهم اراسلهم، ما حدا معطيني وقت بصراحه، عرف؟ فقال لي انا اكلمهم. طبعا الناس تقول كثير اشياء، عرفت؟ فانا قلت له شكرا والكلام هذا كله، وراح عن بالي الموضوع. وفعلا جاتني مكالمه من وزاره الخارجيه من احد مسؤول في قسم الانجينيرنج الهندسه، وقال لي نحن جاتنا مكالمه من سفير قطر واعتقد انت لك مده بتكلمينا. فقلت له نعم، فحين خفت منهم. فهم فعلا رتبوا موعد وجاء احد ممثل من قسم الانجينيرنج عندهم وجاء عندي على الخبر وشاف أعمالي واختفى. مرت يمكن 3 أشهر حاجة زي كده، وفعلا جاتني مكالمة ودعوة إني أجي على الرياض. أوهو، هذا ذاك الوقت هذا شيء كبير عظيم، يعني هذا الوقت تعرف لما صيت المملكة كلها كانت وزارة الخارجية، يعني ما كان في وزارة ثقافة كان هي وزارة الخارجية، عارف كده برستيج. فأتذكر إني رحت، أخذوني من المطار، قعدت الوزارة جميلة محمد اللي صممها نسيت لارسن، كلها أبيض مينيمال لغاية الحين تحفة، وفعلا هي تمثل شخصية الله يرحمه الأمير سعود الفيصل. فهذه كانت أول وآخر مرة تجيني فرصة، يمكن 15 دقيقة يمكن أقل، أني أقابل أمير سعود الفيصل. يعني ما أدري الحين لسه أقول لك تقشعر بدني كذا، شيء عجيب. فهي كلها كم كلمة. إيش قال لك في المقابلة خصوصاً؟ إيش كان له تأثير على التصميم؟ التصميم المختصر اللي قال لي، قال المملكة العربية السعودية مهد النبوة، فنحن نحبذ إنه أي سفارة أو أي بيت سفير يمثل أو يعكس الحضارات الإسلامية بما يتناسب مع البلد اللي تصمم فيه. فأنا بتعرف واقف كده قاعدة لسه صغيرة، عمري 33 يسر، فهذا عز الطلب، هذا اللي أنا أبغى أسويه أصلاً. وقال لي الفرصة هي فرصة واحدة فقط وانتهى. أعتقد المقابلة ما تيجي أكثر من 10 دقائق، وبعد كده التواصل لمدة السنين كلها كانت مع الأمير خالد بن سعود إنه هو يراجع لها. ولكن تشجيعاً أعتقد لهذا العمل بيت السفير السعودي وبعدين السفارة في سويسرا، المخططات كان يجي عليها ورقة زرقاء، فهي صلحها وراجعها الأمير سعود الفيصل. هذا كان بس the first two. وهو أيضا إلا أعطاني لقب، هذا أنا ما سمعت إنه هو قال لي، هذا ما قال لي أنا، ولكن هذا اللي قال الأمير خالد بن سعود، قال إن هي سفيرتنا الثقافية. Sonia is our cultural ambassador. فكنت كل ما أعمل وأصمم كنت أسوي زي البنت لما تسوي شيء لأبوها عشان أبوها يفتخر بيها، فأنا كنت أسوي هذا الشيء لأنه كنت أريد أنه أكون فخر لهم. وهذاك الوقت ما كان في كثير، يعني ما أعرف مين كانت المصممات. أعتقد حبيبتي نادية بخرجي كانت برضو تعمل، كانت برضو اشتغلت مع وزارة الخارجية وقتها، ما أتذكر مين كمان، بس أكثر المصممين كانوا جاك غارسيا وألبرتو بينتو والأسامي الكبيرة يعني.
إيش أهم المشاريع اللي اشتغلتيها مع وزارة الخارجية؟ هو اشتغل شوف لمدة 15 سنة اشتغلنا مشاريع كثيرة معهم، ولكن أحب أتكلم عن بعض المشاريع اللي هي ممكن تلهم المهندسات أو المهندسين اللي هم في مجال التصميم، لأن عشان نتائجها. أنا كنت أتمنى وكان بالنسبة لي جداً مهم أني قدرت أخذ هذه المشاريع، وهذا مهم يسمعوه، ليس لقيمة القيمة الفعلية لهذا المشروع، لأنه كان في قانون في وزارة الخارجية إنه المشروع لما يصير أكثر سعره أكثر من يعني من ناحية التصميم، لو سعر التصميم يفوق المليون ريال يطلع للمناقصة. فكل ما كان يطرح مشروع ما كان يفرق محمد، المشروع زي خرطوم 60,000 متر بس السفارة غير المبنى الموظفين 150 شقة ولا إلى آخره، أنا كنت أسعره تحت المليون عشان يكون عندي فرصة، هو كان يطلع لمناقصة مقفلة. أنا ما أعرف مين من المكاتب، تعرف كان في العمرانية وكان في كان في كثير مكاتب، فأنا ما أعرف مين الناس هو كان يختاروا ينزل مناقصة داخلية، فلما يكون المبلغ أكثر من مليون فيطلع مناقصة خارجية حسب نظام المشتريات. بالضبط. فأول مشروع فلكل فزي ما قلت لك كان جدا مهم بالنسبة لي كبداية مهنتي، وبالذات الوقت الصعب اللي أنا بديت فيه، كنت أبغى بين جدارتي. بس الهدف مادي بس يعني؟ لا، الهدف المادي أنساه بالمرة، لأنه وهذا الشيء أبغى أقوله لكل المهندسات والمهندسين، لما أنت تكون في سن أنت عايش عند أهلك والسواق حق أهلك والكهرباء عند أهلك، كل شيء عند أهلك ما عدا المكتب، أنت المهم أنك تبني إيش credibility، جدارة، أو تبني موثوقية وجدارة، مصداقية، تبني مصداقية بعملك طبعا. فهذا كان بالنسبة لي مهم. فأول مشروع ودائما البداية، أنا دائما أقول البنات إنه بداية العمل إنه يجي مع حظ لمدة 3-4 سنين، ربنا كده بيعطيك الحظ مع العمل عشان في تشجيع عشان تمشي الأشياء. أول مشروع بيت السفير السعودي في طهران. طيب ركبنا الطيارة، جات المخططات، وأعتقد وقتها كان مكتب علي الشعيبي، أعتقد هذا كان هذا مكتب لوكل اللي بالرياض. بالرياض، ولكن المخططات ما كانوا يدروا إنه هو حقيقة هذا يقدر يبنوا على هذا الشيء، لأنه الأرض في الواقع ما شافوها وما قدر يوصلوا لهذه الأرض. فأنا ما كنت أدري طبعاً هذه الأشياء، كان عندي المخططات وعلى على أساس المخطط سعرت، وظاهر دخل في مناقصة داخلية وأنا لسه ما أعرف كيف أسعر أصلاً، فالسعر اللي أعطيتهم إياه كان بالنسبة له مضحك. فمدير المشتريات قال لي أنا نفسي أطلب منك تخفيض، بس الظاهر أنت ما تعرفي كيف تسعري، فما راح ما يضر. فكله كان حظ بطريقة أو أخرى يعني، لأن ما كنت أعرف أسعر كم الواحد يسعر هذاك اليوم. أيام عز كانت الوزارة عندها فلوس بس أنا ما أعرف يعني، وما مش مهم. كان أول مشروع مع وزارة الخارجية. فأتذكر إني رحت إيران، وكانت لسه كانت العلاقات شبه طيبة، كان عندنا سفارة وتعرفت على سفيرنا في إيران، فهو أساس يعرفني على الناس ويعرفني. أنا ما أعرف ليش رحت، لأنه أنا أصمم تصميم داخلي، أنا ما علي أروح أشوف إيران إيش أروح أسوي. على المهم رحت هناك فعرفت إنه هم ما هم عارفين يبدوا بهذا المشروع اصلا كبناء وتراخيص، لانه ما هم عارفين يوصلوا للارض. فقال لي السفير انه ما نقدرين نوصل للارض، فقلت له ليش؟ قال انه هو
هو في منطقة في الحراسة كثير، لأنه في أعتقد على اليمين الأرض، والأرض عالية تشوف كل تهران، على اليمين أنت عندك بيت ولد الخميني، وعلى اليسار عندك بيت رفسنجاني. فالوصول إلى الأرض طلعته جيته، يبغاله إذن ويبغاله أشياء كثيرة. فالحين أنا مستغربة من الكلام هذا كله، فقلت له أنا أروح. فهو بيضحك، يعني أنا إيش أروح أسوي يعني، بس أنا أروح. ففعلا رحت سيارة، كان في مرافق وكان السائق، بس هما اثنين يتكلموا عربي وفارسي، وأنا أوقات الواحد تخون الذاكرة إني أقولهم ترى على فكرة أنا أتكلم إيراني، بس أنا قاعدة في السيارة معاهم لابسة طبعا عباية وطرحة، كان لسه الوقت اللي كان الحجاب حجاب عارفين تلبس كده. فوصلنا وكان في الحراس كثير، شوية مرعب كذا الأفلام يعني كثير. وطبعاً السيارة السعودية سودا وفي الليسنس الدبلوماسي، بس كان ناقصنا الأعلام يعني. فوقفوا السيارة قالوا لا ما نو يعني من هنا لهناك خلاص نو. فالرجال المرافق يقول له بالفارسي إنه في مهندسة، فنحن ما نبغى شيء، بس المهندسة تريد أن ترى الأرض. قال له مستحيل. فالحين صارت المفاجأة للكل، فأنا فتحت نزلت من السيارة وتكلمت مع الرجال هذا، قلت له أنا جاية وأنا أهلي كلهم في طهران، وقديش هنا الجميل، وقديش وحشني، والنسمة والحلوة يعني، وأنت إيش اسمك، يعني هذه الأشياء كلها. فقال لي طيب خانم، بس انه يعني اسرعي تروحي من هناك وصوري صوره بسرعه يعني. اقول لك زي الف ليله وليله، الحين اروح هناك ما خلوني اخذ الكاميرا الكبيره، تابع هذه كني انا صحفيه هذا، بس كان عندي تذكر محمد طالع الكاميرا الصغيره السوني هذه، كان ديجيتال كذا نحيفه كانها هالكبر صغيره. فقالوا لي هذه اوكي، هذه ما يتصور فيها ولا شيء. أوكي أخذتها ووقفت عند الأرض. أنا ما عرفت ليش أنا قاعدة أصور الأرض، طبعاً هو يعني ما كان في جوجل مابس وقتها. صورت ولاقي في المبنى اللي جنب على اليسار، وهذا بعدين أنا عرفت هدول الناس مين، ففوق واحدة من البلكونة بتأشر لي، فأنا ماني سامة، هي بتناديني أنا ماني سامة هي شوية. فقربت تقول لي خانم خانم، فقلت لها بالي، تقول خانم بياين كم تعالي أشربي عندنا، إيش بتسوي؟ قلت لها أنا بكدة حين في فوق، أنا بنادي لها بقول لها أنا مهندسة، أنا قاعدة أصور الأرض. تقول لي آه تشجع لب، طب أنت خلصت تعالي أشربي عندنا الشاي. فجاء المرافق، قلت له هدول الناس، السيدة تقول لي أجي أشرب من أجي. قال لي لازم تروحي، عيب ما يصير، لازم تروحي. أوكي لازم أروح، لازم تروحي. أوكي أنا ما أعرف ليش الأهمية، أنا لازم أروح أشرب معها شاي. وفعلا دخلت الطابق الأول والصالون، زي عندنا مجلس كده ومرتب، أكيد مرتب، وشربت معها شاي وتسألني أنت من فين، وش بتسوي، أوه هذا الجيران، ومتى حيبنوا وكيف حيبنوا، وكل هذه الأشياء. وسلمت عليها ومشيت ورجعت السفارة، والسفير مذهول أنت إيش سويت؟ رحت صور وريت الصور، وكين أخذت الصور اللي من فوق، لأن رحت عندهم فوق عن مين اللي على اليسار هناك فوق، وصورت رجعت الرياض أرسلت لهم الصور نفس الشيء. رحت قابلت أمير خالد بن سعودي، قلت كيف أخذت هذه الصور اللي من فوق؟ قلت لهم البلكونة من الجيران. فبعدين عرفت محمد إنه هذا كان بيت رفسنجاني. وهذه السيدة يمكن ما أدري بنته زوجته ما أعرف، فحلفني الحظ. فالحين لما قلت للأمير خالد بن سعود قال لي ليش أنت تتكلمي إيراني؟ فأنا الحين مستغربة، قلت له أنت ما كنت تدري إن أمي فارسية؟ قال لي لا. قلت له أوكي أنا أمي فارسية عشان كده أتكلم. أنا قلت له أنا حسبت إنه أنتم رضيتوا تعطوني السفارة بتسيبين تحسوا إن أنا إنه تعرف عشان لا. اللغة عشان اللغة. فهذه كانت قصة هذا الدهورة العلاقات السعودية والإيرانية، ما بنوا المبنى أصلاً. على طول المشروع اللي بعده نزلت مناقصة ثانية، بيت السفارة السعودية في سويسرا في بيان،
دخلت المناقصة هذه المرة، يعني صرت ذكية، سألت حق المشتريات سألته لحقوا الانجينيرينج ما رضيوا يقولوا لي، فقلت له هذا اللي نزل أنا قديش أحط سعر؟ قال لي أنا ما أقدر أقول لك. يقول لي هذا الشيء كيف تسأليني؟ قلت له ما أدري، أنا أعرف يكون أقل من المليون. طيب إيش رأيك يكون هالقد؟ فكل ما كنت أقول له يقول لي قليل لغاية ما وصلت لحوالي 450 ألف ريال. قال لي طيب كذا، طيب أي طيب سفارة السعودية في سويسرا 450 ألف، حرام عليهم. أي طيب، مهم رسخ علي المشروع. هذا المشروع محمد له أبعاد كثيرة. أولاً المبنى كان من القرن السادس عشر، فهو كان كلاسيكال، ما هو على ذوقي ولا كيف، بس هو القرن السادس عشر، فيخضع، فهو كان تايب أي، جريد أي بيلدينج، فكان يخضع تحت هيئة الآثار في سويسرا، في سويسرا في الجزء الألماني في بيان. يعني الملي، عارف الملي، لازم الملي يوثق، لا يوثق وكل هالأشياء. طيب الحين هم يتكلموا ألماني، هم ما يتكلموا إنجليزي، ولا هو عنده استعداء. ليش يكلمك بالإنجليزي؟ ليش؟ يعني أمه إنجليزية، ما يتكلم إنجليزي. فالحين نبغى المستندات التاريخية كلها لهالقد، أرسلت من مكتب اللي كان بيدير المشروع فون غرافن ريد، هم اللي أرسلونا المستندات كلها كده، جات في علبة كده مغبرة، فتحنا كلها كوبيز عليها كليبس 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 كليبس، مليون حاجة كده، رصيتهم وشلت ورقة بورقة، حطيت ستيكرز، قريت الملف الأول، قريت الملف الثاني، قريت الملف الثالث، سويت أجندة بالأسئلة، أسئلتي كثيرة، أشياء ما تطابق، أشياء ناقصة. كلموني من وزارة الخارجية قالوا لي الموضوع يمكن يتأخر شوية عبال ما المستندات هذه كلها تترجم، نترجم لك إياها. ولأنه وهو في الواقع ما كان باقي غير أسبوع على رحلتي إلى بيان عشان أقابل الطاقم كله، حقون الترميم، البروجيكت مانجمنت تيم، الكونتراكتر، كل هذول الناس. فأنا كنت مستغربة من هذا الكلام، قلت له أنا عندي كل شيء، كل شيء جاني من عند مكتب فون غرافن ريد من سيدة اسمها تينا هاينيجر، كل شيء عندي، سويت الأجندة وحكتب لكم إياها بالعربي وحرسل لكم إياها على أساس أن أكون أرسلها للسفارة، لأنه كان السفير السعودي برضو كان هيحضر، مبلغ كبير، مجهود كبير. فسألني قال لي كيف يعني جاكي بالإنجليزي؟ قلت له لا، جاني بالألماني، برضو بعرفوش تحكي ألماني. فقلت له قريت وخلصت. قال لي كيف قريتي؟ فكان أنا مستغربة، قلت له بالألماني قريته. قال لي تتكلمي ألماني؟ بعرفوش كان رجعنا نفس الموضوع. قلت له ما تعرف أن أعرف أتكلم ألماني؟ قال لا ما نعرف، ليه تتكلمي ألماني؟ شرحت لهم الموضوع. الحين الكوداك مومنت، وصلت إلى بيان، فوصلت يعني غيرت ملابسي ورحت على الميتينج على طول. فكان سفيرنا في وقتها، وهذا كان أحب السفرة، تعرف عليه، اسمه عم حبيب شاهين من ينبع، وأقدم الدبلوماسيين. فأنا كنت أوريدي موجودة في الغرفة، وكان جماعة فون غرافن ريد جو، وكان المقاول أردو كان من النمسا، كلهم كانوا موجودين. فجاء عم حبيب شاهين أول مرة أشوفه، وكان في طاقم عربي، السلام عليكم، قاعد كذا، فهو سلم عليهم إن شويتس دويتش اللي هو سويس جيرمن. أنا استغربت، أنا فهمت طبعا، بس أنا استغربت إن هو الرجال ليش يتكلم شويتس دويتش يعني. أوكي سلم عليه، كيف حالك يا بنتي، شرفتينا، سمعنا أنت حجازية كذا يعني، فهو كان فرحان إن أنا حجازية يعني. مهم جاء رجل سوداني مترجم، جاني صداع، هم يتكلموا بالألماني وأنا أفهم، فهذا السوداني دحين يترجم بالإنجليزي أو بالعربي
ويقولوا للسفير وبعد يعني، فأنا أسمع نفس القصة وطبعاً كله ناقص، هذا نسي يقول هذا الشيء وهذا، فجاني الصداع. فأنا لما أخذت الفرصة، انتهزت الفرصة لما شفت عم حبيب شاهين يتكلم سويسري ألماني، فأكيد يتكلم ألماني، اللغة الألمانية هي اللغة الرسمية زي اللغة العربية اللغة الرسمية. فدرت كده على عم حبيب شاهين، قلت له سعادة السفير أنت تتكلم ألماني؟ قال لي نعم. قلت له الحين كده بشويش، بقول له طب أنا أتكلم ألماني، ممكن هذا الأخ هذا يروح يعني، لأنه أنا مسوي لي ضجة. فقال لهم، قال لهم مهندسة سونيا تقول أحسن بالألماني إنه ممكن إنه يمشي، فنحن الحين هم كلهم كده مبهرين إنه هذا يتكلم ألماني بلهجة سويسرية، وهذه البنت السعودية عمري 33 تتكلم ألماني، شيء كده غريب بالنسبة لهم. وفعلا كان عندي الأجندة جاهز، تكلمنا في النقاط كلها، أخذنا نوتس، انتهى. جدا هم مبهرين بهذا الموضوع، لأنهم ما يتكلموا إنجليزي إلا قليل. تينا حبيبتي تينا البروجكت مانجر كانت تتكلم إنجليزي بالطلاقة، بس الباقيين لا. فانتهى الاجتماع وطلعنا، فعم حبيب هو رجال كبير في السن كده حضني، قال لي رفعتي راسنا يا بنتي. يعني أنا أقول لي كنت مبسوط إنه في بنت حجازية جاي من تتكلمي كمان ألمانيا يا بنتي، كيف هذا؟ فعزمني على العشاء مع زوجته جوليانا وأولاده وهذا، فتكلمنا في هذا الموضوع. وجماعة فون غرافن ريد قالوا له سعادة السفير يعني نحن جدا منبهرين إنه في يعني مهندس سويسري تتكلم ألماني. قال لا في من هذا كثير، نحن في بلدنا كثير عندنا من هذه النخبة من النساء. طيب هي النقاط اللغات انت ذكرتيها اجت عندنا مرتين الان، يعني السؤال حطلع شوي سؤال جديد انه ايش اهميه، طبعا انت شاهدت الظروف انه بالاهل بيحكوا هاي اللغات، بس ايش اهميتها بالنسبه للاجيال الحاليه انه نتعلم لغات؟ يعني الالمانيه صعبه طبعا، بس انه طبعا هي مش انا حنشتغل في المانيا ولا شيء، بس هي طبعا هذا في حال احد يشتغل على مشاريع انترناشونال، يدخل مسابقات، يدخل ادب. طبعا يمكن الان الانجليزيه صارت منتشره كثير، بس ستيل يعني اوكي اكمل لك قصه ليش انا اي منشند قصه سويسرا. اولا انه الانسان انا ما اتوقع من الناس اللي تتكلم كل هاللغات، ولكن انه ما يكون الخوف انه انا افضل في الدائره المغلقه اللي انا فيها. هذا لا يعني انا ممكن اشطح وابغى اكلم الناس في نيويورك يعطوني مشروع، انا ليست جديره بهذا المستوى، ولكن انك انت تكون دائما تبادر وتاخذ انت الخطوات الايجابيه. الحين لغه الالمانيه اعرف اتكلم الماني، اعرف اقرا الماني اكيد، ولكن المستوى لغه الالمانيه ليس مستوى لغه اخاطب هيئة آثار، ولكن اشتغلت على نفسي. فلما جاتني هذه الأوراق في دفتر إيش كبره، أطالع إيش الكلمة هذه أدور، إيش الكلمة هذه أدور، إيش الكلمة المرادفها أدور. لما كتبت النقاط كتبتها بالإنجليزي أولاً، فأنا رجعت كتبتها بالألماني ثانياً، تواصلت مع زملاء وأصحاب ألمان وما زلت أسوي كده، أقول ممكن تقروا لي هذا الشيء أوكي، الرسالة هذه لو كتبتها ممكن أوكي، ترجمة في بروغرام زي جرامرلي، في أشياء تترجم مش جوجل ترانزليت، في أشياء ثانية ما كان موجود تبادر. فهو الفكرة أنت إيش بتوصل له، هذا المهم. يعني ألبرت أينشتاين يقول كن ذو قيمة وليس ذو نجاح، أهم إيش هي القيمة اللي أنت تضيفها. دائما أنا أستغرب حتى من لما يقدموا ويبقى يشتغلوا عندي في المكتب، هو يكتب الأشياء اللي هو يبغاها، أنا أبغى أتعلم منك، أنا أبغى أوسع أفقي، أبغى أشتغل في محل حلو، أنا أبغى يكون راتب. طب هذه كل أنت تبغاه، بس بالمقابل أنت إيش تعطيني؟ دائما كن أنت صاحب قيمة، أنت صاحب القيمة، أنت تكون القيمة المضافة للشيء، أنت بادر بالنشاط وبادر بالسؤال وبادر بالعمل، أنت بادر بهذه الأشياء. صح إنه رسخ علي المشروع، بس أنا قعدت 3 سنين أبوس إيدهم عشان يعطوني فرصة. يعني كل ما يعني مشروع سويسرا، أنا كنت أعرف محمد إنه أنا لو أول شيء التعامل مع هيئة الآثار كان قاتل. يعني لما أنت يكون الباترن أو
الارضيه الخشب كيف شكلها، ايش تقنها، ايش نوعيتها، حتى كيف نفس الباترن نفس لازم يروح ويرجع ويرجع ويروح ويروح ويرجع ويتصلح، ولا يعني لغايه ما هو يكون بالملي، يكون تاريخيا مزبوط. انا ما عندي خلفيه على الموضوع، ودرست وتعلمت واشتريت كتب ورجعت ورحت لغايه ما صرت افهم على قول نفس صاحب المشروع في مدار الاثار، قال لي انت تعرفي في هذا المشروع اكثر مني، الى درجه انه لما جينا نرسم المناظير، طيب انا الحين لو سويت لهم 3D يجيهم رعب، هذول حقون هيئه الاثار كلهم زي فرويد، كلهم كذا ناس يعني عنده دفتر ما عنده تليفون. دورت على احد لقيته في لبنان يرسم واتر كولر، الوان مائيه، رسومات حل كبر بهال A4 تقريبا او A5، فكانه اشياء قديمه. هذه من اجمل المناظير وغالي، ويرسموا على A4 ما يكبروا، لا لا مش زي الاشياء اللي زي من تايلاند تيجي كذا لوس واتر كولر، لا 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 كذا كونزرفاتيف زي اللوحات تشوفها القديمه من القرن الثامن عشر زي كذا. فأخذت صور before and after وخليت هو هذا الشخص إنه يرسم لي إياهم. وكان وقته في حرب، DHL ما وصل أفلام، فلما هذا الشيء وصل وتكبر طبعاً على الشاشة، بس it's watercolor بطريقة very conservative كده، وحجبوا بهذا الشيء لأنه كان بالنسبة له إنه هذا المبنى أكيد كان شكله كده من قبل، وما كان أكيد لا. خلال هذه الفترة 3 سنين اللي كان شيء جدا مهم، أنا تينا كانت البنت الوحيدة لأهلها، أبوها كان رئيس هون غرافنريد، تينا أسلمت على يدي. فكان مسجد، ما في مسجد، كان في الباركينج لوت في بيان، للأسف ما عندنا مسجد، ما عندنا، ما مش موجود، كانت غرفة، فرحنا مع بعض وأسلمت. أنا ما أعتقد هي أسلمت عشاني أنا أو بيدي على يدي أنا، بس هي تقول إنه هذا الشيء صحيح. تزوجت من رجل تركي، عندها أولاد، نحن ما زلنا هذا من 2004 على اتصال وأصحاب، والحين قال نشتغل على بيت، ترميم بيت في أسكونا في الجهة الإيطالية لسويسرا مع عميل سويسري. فالناس بتتكلم عن نتورك وعلاقات عمل، تعتقد أنه تعطي كرت ويأخذ كرت. العلاقات الإنسانية زي أجدادنا هي اللي تبني عليها عمل، يمكن ما يجي. وفضلنا من 2004 للحين ما اشتغلنا مع بعض واحد. فهذه من الاستنتاجات الإنشاء الإنسانية، كل الأشياء اللي صارت بالنسبة لي قصص. ف أنا بهذا اللي بالنسبة لي مهم، إن المشاريع تجي، هذا من ربنا، هذا مكتوب. يعني المشروع الثالث، فهذا كان يضحك، المشروع الثالث نزل مناقصة إلى 12 سفارة وبيت سفير، يعني ستة سفارات، ستة بيوت سفرة في أفريقيا تحت المليون ريال. أنا أعتقد محمد أعطوني لأن ما حد أخذها، لأن أنا وافقت أخذها بحوالي 900,000 هم 12 بيت وسفارة، وكان لازم مشروع لحاله، كان لازم أسلم المشروع في خلال 6 أشهر تايملاين، 6 أشهر مع كل شيء، أنت تعرف الـ FF&E specs والدروينج لوحات فول باكيج. لدرجة إنه مدير المشتريات كلمني يسألني إني ليش أخذتي هذا الشيء؟ ليش؟ قلت له أنا أبغى أبني شو اسمه مصداقية. قلت له أنا سويت سفارتين، الحين هقدر أضيف على السي في 12، مش مهم الفلوس، مهم إني طبعاً عذاب. بس عذاب فعلاً، عذاب، انهيار، دخلت المستشفى، يعني أمراض، أشياء. ف
فاللي كان من المضحك إنه جاني كتابين حلوين كده ملونين عليهم غلاف، يقول أنا لسه عندي إياهم. أيوة عندي إياهم محمد، شوف. أفريكا جاني هذا. أوكي جاني والله حلو. وجاني هذا مكتوب أفريكا، شايف؟ أحيانا أشوف لو في رسالة جوا ولا لا. هذا من وقته؟ لا مكتوب 2005، لا مو مكتوب والله، أنا كتبت في 2000. وصلني هذا مع ورقة من وزارة الخارجية كان مكتوب جوا أكيد من الأمير خالد one sentence مكتوب تتكلمي سواهيلي. فصارت هذه نكتتنا للسنة، إنه مدام أول واحدة إيران أتكلم، والثانية السفارة الثانية فتتكلمي سواهيلي. فأتذكر وقتها كلمتهم في الوزارة وأنا أضحك، والكتب جميلة يعني it's all about Africa. ضيل أفريقي بس. قلت لهم no I don't but I can learn you know. فهذا كان الـ beginner's luck زي ما تقول إنه في البداية. فأيوة فكانت يمكن النتيجة للسفرات حقت أفريقيا نتعلم منها كانت again هي موضوع إنك أنت إيش تبى توصل له. الفلوس تجي، هذا outcome، هو outcome، الفلوس outcome والنجاح outcome من إضافة القيمة. فأنا برهنت جدارتي يعني لما كملت المشروعين الأولى برهنت جدارتي، فهذه أعطت العميل الثقة. الجدارة هي اللي تعطي الثقة. فأنت عملك، شكلك، كيف تقول، كيف تتكلم، كيف تعامل الناس، هذه هي المصداقية. هذه المصداقية اللي أنت هي اللي تبني الثقة في العميل. ما يحتاج تروح تقول للعميل ترى أنا ممتاز وأنا أسوي لك وأنا كذا، بس لا عملك ولا كلامك ولا تصرفك ولا حتى شكلك حتى ولا هندامك ولا شيء يدل على ذلك. فكنت جدا سعيدة مو على الفلوس، لأنه ما كان هذا مهم، إنه أكون أصلا كفو إني أدخل مناقصة أصلا لوزارة الخارجية. فأنا بنت صغيرة، هذا 2005، عارف كنت دوبني فاتحة مكتبي أنا في 2001، يعني خلال 4 سنين أعطوني الفرص هذه. هذا لا يعني كان أنا حاخد الفرصة، بس إنه أعطوني الفرصة. هي لسه مناقصة كمان. مو تعال تفضلي، ما حدا كان يعطيك شيء. فأنا الناس تستغرب ما يقول إنه أخذتي، لا ما حدا يعطيك شيء. أنت قاعد في بيتك وعلى الكنبة ما راح يجيك شيء، يجيك يمكن دلة القهوة والتمر، بس ما راح يجيك شيء غير كده. لا، المشروع الرابع سفارة السعودية في وارسو، هذا يمكن أحب مشروع بولندا. أحب مشروع أوقات أفكر إنه هذا المشروع أخذته من ربنا بالعافية فتعذبت فيه. يعني أوقات يمكن شيء ما يكون مكتوب فتاخده أنت بالعافية وربنا يعطيك، يكون هو مكتوب إنك تاخده بالعافية فتتعذب فيه. وأجمل مشروع اشتغلته، ولكن يعني أوقات الفهلوة وأوقات الأشياء هذه توديك في مشاكل. أنا سمعت من وزارة الخارجية، كنت أنا في سويسرا اشتغل 2005، كنت اشتغل على السفارة السعودية في سويسرا. فأنا سمعت إنه السفير السعودية في إيران انتقل إلى وارسو، وأنا تعرفت عليه ما كنت في إيران، وأنا دحين في سويسرا. وسمعت من القسم الهندسي، قلت لهم ليش إيش بيسوي هناك وكيف وكذا، ودائما أستشف أنا منهم، أبغى أعرف لو في مشاريع ثانية، ما أدور على مشاريع ثانية. أعتقد في هذاك الوقت الناس كانوا يقولوا للناس يدوروا على الزواج وانت يدوروا على مشاريع، قلت له أنا بدور على المشروع. It's more exciting بصراحة. ما كانت النتوركس زي الآن سهلة إنه واحد يعرف عن المشاريع، كانت صعبة. لا كان صعب، بس العلاقة الإنسانية كانت موجودة، ما هي الأساس. هذا الأساس. فأنت تسعى الناس والناس تأخذ مكالمتك وأنت عندك هذا الشغف، وأنا لسه صغيرة، فيعني فالناس كانت تعطيني وش، فهذا كان كويس يعني. فأتذكر إني كلمت
الانجينيرنج ديبارتمنت عندنا في الوزارة، بس هم ما رضوا يقولوا لي ولا شيء. قالوا لي هذا قالوا لي في مشروع، وفي كان في مسابقة معمارية، وفي معماري في وارسو فاز فاز يعني بالهذا، ولسه ما رسخ على أي أحد التصميم الداخلي، لسه ما نزل مناقصة أصلاً. قلت له متى حينزل؟ قال لي نحن لما يصير إن شاء الله نحن نقول لك. إيش أنا ما أحب، أنا ما أحب إنك أنت تكون passive تقعد تستنى كني متفرجة يعني، لا. طيب كلمت السفير، كلمت السفارة في بولند وأنا كنت في سويسرا، فقلت له مبروك الحين عندك المنصب هذا الجديد وكذا وهذا، فأنا الحين أستنى، ورجال كبير أستنى يقول لي لازم تزورينا. طيب أوكي لازم تزورينا وإلى آخر. قلت له أنا سعادة السفير أنا دحين في بيرن، هي الطيارة كلها 45 minutes، أنا ممكن أجي. قال لي ليش لا، أنا خلي مكتبي يرتب ويعني ننزلك في أوتيل وإلى آخره. فخلاص أنا رتبت أموري محمد أن أنا حركب الطيارة، وركبت الطيارة من بيرن 45 minutes، نزلت على وارسو وفعلا حطوني في أوتيل كان كده أثري في المدينة القديمة، كان جدا جميل هذا الأوتيل. فتاني يوم وصلت، تاني يوم رحت السفارة وسلمت على ساعة السفير، وبعدين أسترد سنة الخبر. أيوه حين بأسأله ما شاء الله سمعت إنه في مشروع وكذا، يقولي والله عزبونا ترخيص حق الأرض، بس إن شاء الله أنا حيبدأ المهندس حيبدأ البناء في المبنى إن شاء الله كمان 3-4 أشهر. فقلت له معلش أنا أروح أشوف أتعرف على المهندس، ليش لا؟ أوكي قال حابة أنت روحي يعني. فأنا ما بروح لوحدي محمد، أنا ما بروح الأوتيل وأخذ تاكسي أروح. فأنا طلبت، قلت له ما عليك أمر يعني، ممكن السفارة ترتب لي إنه أنا ياخذوا لي موعد، إنه ما يعرفوني أنا أستحي أكلمهم يعني. قال لي لا ما في أي مشكلة. ففعلا السكرتيرة السفير كلمت مكتب الهندسي ورتبوا لي حتى السيارة أروح. فالحين أنت ما تكون مكتب هندسي وتجيك مهندسة عن طرف السفارة والسفير، أكيد هي مهندسة المشروع. رحت تعرفت عليهم، أخذت المخططات، أخذت كل شيء. وصل الخبر وزارة الخارجية أنه أنا بزور وارسو. كلموني واحد من الشباب يقول لي قلت له سونيا أنت ليش في وارسو؟ قلت له أنا جاية سياحة. فهم عارفيني طبعاً. فقال لي مهندسة سونيا هذا المشروع ما نزل مناقصة لسه، ويمكن ما ينزل أصلاً. قلت له ما علي It's okay أنا هنا. أخذت الفرصة، أخذت درست، قالوا لي على المكاتب، المكتبة طبعاً كله بالبولش، فمكتبات في مكاتب إنجليزية، أخذت معلومات، رحت الميوزيوم، رحت الساينس ميوزيوم، رحت الأركيولوجي ميوزيوم، جمعت معلومات، كتب، أشياء كثيرة. وأنا أعرف إنه ممكن ما يصير هذا من نصيبي، I know محمد، بس إنه يكون تضيع وقت يصير. ليش لا؟ يعني أنا أخذ بالأسباب، يعني بكرة يصير ماني خسرانة شيء، روح أشوف بلد جديدة. وعشقت وارسو. رجعت السعودية وبدأت أرسم، لأنه الحين في بالي خلاص I'm in the mood. صرت في المود أنت. في المود، وسويت بعد السكتشات إن براون إنك، الحبر كذا البني. وكان واحد من اللي في القسم الهندسة يمكن هو أقرب الناس لي، لأنه اشتغلت معاه وكان مدير مشروع للمشروعين اللي راحت. فأرسلت له إياه، قلت له إيش رأيك في هذا الشيء بالإيميل؟ راح كلمني قال لي يا مهندسة سونيا أنت ليه قاعدة تسوي هذا الشيء؟ هذا المشروع ما نزل مناقصة ولا رسخ عليك، فهذه المرة كان حتى نبرة صوته مش حلوة. فقلت له أنا آسفة، قلت له أنا آسفة، أنا المشروع حبيته. أنا بس I was in the mood خلاص محمد، عرفت. وينزل المشروع للمناقصة بعدها بستة أشهر يمكن. واو.
وهذه المرة أنا قصدي الحين عرفت إيش أسعار المشاريع وما هذا نزلت السعر. فهم ضحكوا لما جاهم السعر لأنه كل everybody else كان يمكن دبل السعر حتى locally يعني. حركة السعر. إيه فحتى كلمني قال لي أنت ليه لا هم يعني يمكن أنا عشاني وقتها كنت لسه صغيرة فهم رفعوا لي السعر يعني مو رفعوا لي السعر ما شاء الله صرت غنية بس رفعوا لي السعر لأنه شافوا إنه هذا المبلغ ما رح يكفي حتى مع موضوع الإشراف لمدة 3 سنين الجاية والسفر والروحة وال فرسخ علي المشروع. المشروع كان جميل لأنه كان فكرة المشروع هو متحف لأنه هذا كان اهتمام وارسو اهتمام بولن بعد حرب العالمية الثانية فكانوا بيعيدوا بناء مدينتهم إلى الطراز في القرن 16 فأنا على أساسه بديت أتحرى وأكتشف إيش هي المعالم أو مين كانت الحضارات في خلال القرن 16 ومنها بديت تصميم الفراغات الداخلية وفي بالي أنه هو متحف فكان في كثير من الطراز العثماني في موضوع الخزف كان في المنمنمات الفارسية في موضوع توزيع الفراغ فلسفة توزيع الفراغ فيمكن هذا المشروع كان جداً مهم بالنسبة لي لأنه تجسد أمامي شخصيتي بالكامل في هذا مع أنه هو تصمم 2006 ونفذ في 2013 الأففني كل سويناه من الصفر محمد مرة ثانية لأنه انتهى موضوع شركات سكرت لا لكن هذا كان من حظي لأنه الهيكل الداخلي والفراغات الداخلية إنها زي المتحف وعليه الأففني الجديد أكيد كان أحسن ولكن هذا كانت عجوبة بالنسبة لي لأنه يعني اتبلورت شخصيتي اتبلورت شخصية التصميم فبعدها خلاص صار هذه كأنه صارت هي البيس هي القاعدة لكل شيء أنا قاعدة أسويه الحين. طيب نطلع من المشاريع ننتقل لمرحلة تانية طبعا في مشاريع تانية كتير بس أنه عشان الوقت نروح للجزئية هناك بالنسبة لإلك للمسار المهني بشكل عام إيش أهم نقاط الفكر فيه بالنسبة لإلك؟ مرة ثانية أسألني سؤال اللي هي خلينا نجي على الجزئية الأساسية عندك في المسار المهني حاليا اللي هي تأسيس الهوية في التصميم أكيد. طيب نيجي ناخد عنها إيش الأفضل ممارسة اشتغلت عليها بهذا النقطة؟ أوكي أنا عملي أنا بشخصيتي أنا أحب الأسس والمعايير يعني أحب البروسيسز أنا ما أقدر أشتغل الناس يقولك إنه عنده إبداع يجي كده يعني مسوي لي رعب هذا الشيء لأن حتى أنا في بداية أي مشروع أنا ما أدري إيش ممكن يصير في حياتي ما بديت بمشروع أبدأ أرسم لا يعني أنا ماني فنانة تجريدية فالفكر أنت أول شيء لازم تجد النقطة اللي هو ما تقول الهوية أنا لقيت نفسي في الفن الإسلامي فأعتقد المهم أن أول شيء واحد يجد إيش هي الهوية إيش هويته ليش يمارس هذه المهنة إيش يحب في هذه المهنة إيش يركز عليها ويبني عليها الحين كيف تبني عليها بأسس processes معايير هيكل فهي processes هي هذه الخطوة بخطوة بخطوة كأنها قصص ولها مواقف ولها أحداث إذا عندك البداية وعندك لب الموضوع وعندك النهاية فما يمشي كده زي الطرشي شربة لا فأنا ما عندي طريقة للإبداع كيف تبدي أنا أبدأ بالبحث أنا مكتبي كأنه مركز بحوث فعلا أنا أعتبر مكتبي ما هو مكتب تصميم أنا مكتبي مكتب بحوث فأنا بدور على التمويل وفعلا أدور على التمويل عشان أنا أروح أبحث وأقرأ و أستشف وأدرس وكيف أتعامل مع عملاء وأتعامل مع ممولين وأتعامل مع فنانين ولازم أحتاج تمويل
انا لو حين ابغى ابحث في الدوله المماليك، مو لازم احد يمول لي هذا الشيء. فلما يجي فرصه مشروع يكون الزبون يعني ممكن انا اطرح عليه هذا الستايل واشرح له ويعجبه، الحين جاني تمويل، جاني تمويل للبحث. فالحين كيف اوصل الى نتيجه، كيف اطلع بتصميم؟ فالتصميم انا يبدا معي بالبحث، وعندي معايير واسس انا رتبتها في خلال العشرين سنة اللي راحت بطريقة مرئية، بحيث أي أحد يشتغل معي أول شيء حيعبي الخانات هذه كلها كده تمبلتس كلها تعبيها. فأنت لما بمجرد تمر بهذه المعايير وهذه الأسس يطلع في كل مرحلة يطلع لك خلاصة نتيجة. نتيجة هذا يمكن لو أحد يقول لك أنت تأخذ الطريق السريع أو تأخذ طريق الحدائق. فأنت لما تروح تمر بطريق الحدائق، ما تروح مثلا من القاهرة للإسكندرية، لما ممكن تأخذ الجسر أو تروح تأخذ طريق المزارع. فأنت في الأخير توصل للإسكندرية الاثنين، ولكن البروسيس أو التجربة اللي تأخذها هنا مختلفة تماما عن الثانية. فأنا بأخذك في رحلة على طريق المزارع، أنا نفسي ما أعرف إيش حيكون الخلاصة والنتيجة، ولكن المعايير هذه وهذه الأنظمة وهذه المعايير البروسيس هذه يخلي الزبون دائماً معك في كل مرحلة ويشوفها بطريقة مرئية، يعيش التجربة، يعيش التجربة لنا. فمنها أنا أتعلم، هو يتعلم، أفيد غيري. هذه الطريقة المرئية يسمح لك أنك تشارك، مثلاً ترسل هذا الشيء إلى مصمم الحدائق، هذا ممكن ترسله لمصمم الإضاءة، ما تحتاج تشرح وتقول، فكل الناس يعيشوا هذا الجو. أنا أقدر أقول لك في خلال العشرين سنة لأنه لمارست في المهنة، أنا ما كان عندي ولا إعادة الفكرة المبدئية concept، ما كان عمري عندي revision عليه، ما حصل، لأنه كل شيء واضح. ولكن هذا البروسيس يأخذ وقت طويل، يعني ممكن أحد يخلص المشروع أنا لسه في المرحلة الثانية، فيأخذ وقت طويل، ولكن هو محدود في له وقت من البداية. عندنا timeline 4 weeks concept 8 weeks design development 10 weeks final، يعني هذا نحن متفق عليه، فنحن ما نتأخر عن هذا الشيء. ولكن المعايير هذه تسمح لي إنه كل شيء، وهذا تعلمناه من زمان عشان موضوع السفرات. فالحين لما الناس يقول لك اشتغل عن بعد وما أدري يكون في زوم كول، أقول نحن من زمان بنسوي هذا الشيء. أنا بالنسبة لي كل مشاريعي من البداية كانت تحط في علب وترسل، فكله شوب دروينجز FF&E specs BOQ كله كان موجود، لأنه ما في مجال إنه يكون شيء ناقص، لأنه هذا يطلع لمناقصة في بلد أجنبية ويمكن أنت ما تشرف عليه، فلازم يكون كل شيء متكامل. وكان وقت التواصل عن طريق إيميل and سكايب، فنحن دائما كنا نتقابل على سكايب، فموضوع كوفيد أونلاين هذا بالنسبة لي كان شيء عادي، ونحن طول عمرنا نشتغل بهذه الطريقة، ما عندي عملاء يجي يروحوا المكتب يعني، فنشتغل كده بهدوء لأنه نحن عميلنا في الرياض، يا إما أنا أسافر وقليل من هم يجوا، ممكن يجوا بس كان قليل إنه أحد يجي. فالبروسيسز والبروسيجرز الصحيحة لتوصل للنتيجة أنا بالنسبة لي أهم شيء في التصميم، ليس الإبداع، هذا كده شيء تجريدي، إبداع ما فيش، يعني ما في شيء اسمه إبداع، هو بالنسبة لي هو الإبداع أن يكون عندك التجربة، إنك شفت كثير، سافرت كثير، بحثت كثير، وتقرأت كثير. بدون هذه الثلاثة الأشياء ما تسوي ولا شيء. ناخد جزئية الكونسبت، ناخد هيك أمثلة على المعايير اللي أنت بتشتغل عليها، بس في جزئية الكونسبت مثلا مثال مثالين. الكونسبت أوكي كفكر، أوكي كفكر، أنت لما تروح مطعم أنت لا تقبل أن يكون مكتوب في قائمة الطعام أنه في نوعين من السلطة. فليش نحن نعتقد في الكونسبت أن نحن نوري العميل قطعتين two options من الكرسي، هو مفروض دحين يثق فيك أنه ما في العالم الكراسي غير هدول الاثنين. فطريقة
عملنا في الكونسبت لو هي من ناحية المودز أو الروح المحل، فنحن نحط لوحات كثيرة وكل صورة لها رقم. اختيار الأثاث عندنا مجلدات كبيرة، كل صفحة فيها 16 مثلاً نوعية معينة، مثلاً 16 كرسي لغرفة الطعام نفترض، 16 كرسي لاونشير، 16 كنبة، 16 سكشنال، 16 شيز، 16 هذا بس في السيتينج. هذه ما هي عشوائية، هي ال 16 هذه نختارها حسب الطراز اللي نحن قاعدين نصمم. هذا ياخذ وقت ويكون في الانديزاين كلها تكون في جهة، إنه في جهة واحدة يمين ويسار أو إيه ما واحدة، لا كلها جهة واحدة على إلى إلى اليمين. الباك قصدك الانديزاين البرنامج، الانديزاين انديزاين بتكون لها نسوي مربعات تقسم الصفحة، تكون كلها تلون بنفس اللون، كله رمادي بيج، تغير اللوحة اللي ورا ما في شيء، كله يصير أبيض، كلها نفس السكيل. هذا ياخذ مجهود كثير، كل عليها أرقام كده دفتر على قول عبد الله الراجح، نحن ندفع لك ونحن نسوي الواجب، أرسلنا له إياه ونرسله حتى ممكن الأم تبغى والأخت تبغى نرسل هذا، ممكن هارد كوبي حسب هم يبغوا، أو ممكن نحن نرسل إيميل بي دي أف. نحن نطلب من العميل ما يسوي ولا شيء، يأخذ قلم ويعطي نفسه 10 دقائق ويشطب كل شيء ما يعجبه. مش العكس. Elimination. الناس واضحة في الشيء اللي هي ما تحبها. جدا صعب تسأل الزبون إنه أنت إيش يعجبك. إحنا يعجبنا أشياء كثيرة بس نحن واضحين في الشيء اللي ما نعجبنا. أيضا أنت حتى لو أعطيت له 16 كرسي وقلت له أختار اللي يعجبك، هو الإنسان لما مطلوب منه يأخذ الشيء يبدأ يفكر فين يوظفه. هذا الكرسي ما أدري إيش عجب، إيش رأيك هذا حلو، هذا ممكن تحطه فين بتحطيه، ما أدري في غرفة النوم، لا 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 ما. فتبدأ أنت تفكر. ولكن لو أنا أعطيك قلم أقول أشتب لما يعجبك، أنت قاعد تتخلص من شيء، ما قاعد تأخذ شيء، قاعد تتخلص من شيء، حيضل الأشياء اللي تعجبك. تخلص الأكسرسايز هذا كده 10 دقائق انتهى. نفس الشيء مع اللوحات التوضيحية كستايل، لها برضو كل صفحة لها ستايل معين، لها أرقام. ممكن أنت تقول هذه والله اللوحة هذا التوجه جدا عجبني بس صورة رقم 4 الحمام ما عجبني. ممكن هذا في الكونسبت. نحن نطلع من الكونسبت يكون عرفنا توزيع الفراغ، عرفنا إيش الطراز واضح إنه في صور، مش إنه في صور المود إنه في ما أدري في وردة وفي شرشف وفي صورة مغرب، أنا ما أعرف هذا إيش، كيف يتوقعوا من الزبون إن يترجم هذا إلى إنتيرير. أعطيله إنتيرير، أعطيله فراغ داخلي، هذه الصورة وهذه الصورة شيء واقعي، لأنه هو بالنسبة للعميل إنه هو 3D ولا هو صورة نفس الشيء. فنطلع من الكونسبت ديزاين، نحن الفراغ الداخلي فينيشد، الطراز أو الروح المود اللي هو يبغاه منتهي، ونعرف كل أنواع الأثاث اللي هو ما تعجبه، نرجع نرسله إياه، نغطي باللون الرمادي الفاتح على كل الاختيارات اللي هم شطبوا عليها عشان يصير بطريقة نظيفة official. أيوة. ونحن إيش نستفيد محمد؟ نحن في المرحلة الجاية الأثاث الباقي هو التوجه design development بيصير اللي بعدها. فالحين أنا أشوف شطب كل شيء مدهب، شطب كل شيء اللي كانت مثلا رجوله نحاسية، شطب كل شيء مثلا اللي الطاولات قزاز، خلاص أنا أعرف الرجال ما يحب هذا الشيء، وهي ما تحبث مثلاً السرور اللي ظهره عالي. فأنت دحين سويت ريسيرش، سويت ماركت ريسيرش زي ما تقول. فهذا وأيضاً لما نرسل للعميل العقد أو العرض، عرض محتوى العمل، نحن نرسل معه والخطوات حق التصميم في البداية بتتكلمي في البداية نرسله أيضا نفس العقد بطريقة مرئية،
فلما يكون مثلا مكتوب في 101 مثلا مكتوب توزيع الفراغ، في صوره لمشروع اخر في توزيع الفراغ. لو مثال يعني ايوه، فانت بتشوف البروسس كله، يعني انت بتشوف الكونسبت مثلا بالضبط اللي انت حتستلمه، حتى العلبه، والعلبه مفتوحه والعلبه مسكره، كله بتشوفها صوره واضحه. فحتى لما يكون مكتب اخر يعطيك عرض اسعار، you can compare apple to apple. ايه بالضبط. بس لما يكون انت ومكتب تعبان يقول لك والله المسطح الافقي ومدري مين نفس الشيء، طب هو يقول طب ليش انت سعرك عالي؟ الحين عنده صور to compare، وعنده صور لمشاريع سارت، انت ما بتحط اسم العميل، بس هو دائما يصير انه يكلموني يقولوا لي من تسسونا الحين في الديزاين ديفلوبمنت، احنا شايفين هذه اللوحه اللي فيها الاقمشه، هذا كان لبيت مين؟ جدا جميل، وهذا لاي مشروع؟ عرفت؟ فالحما يشوفوا مصداقيه. اجين هي موضوع مصداقيه، كل ما تبسط الشيء وتوضح الشيء للعميل اكثر المنازعات اللي تصير بين العميل والمعماري هو انه في خلل في التواصل. انت بتسويه كل يوم بس هذا الشخص اول مره بيسويه، ما بيعرف. فلازم كل شيء يوضح، لازم يكون دائما في الصوره، لازم يتكلموا كل اسبوعين، لازم يكون في دائما في ابديت، في كل ايميل ينشرح الموضوع من اول وجديد، يعني بتفصيل بالتفصيل، لأن التفصيل والقصة اللي أنت تسردها والترويها هي انعكاس للعمل اللي أنت سويته. أنت ما قاعد ترسل طرد بريدي، أنت مش أرامكس، فليش تكتب السلام عليكم مرفق ما أدري ملفات التصميم أو ديزاين. طيب فتستغرب انه هذا العميل ما يكلم يقول الله جزاكم الله خير ما شاء الله شغل جميل، ليش يقول انت الحين سويت له طرد بريدي؟ ما قلت له السلام عليكم قديش كان يسعدنا انه اشتغلنا على هذا المشروع، ونحن هذه الحته كانت مره حلوه وسعدنا بهذا الشيء، ونحن يعني انت لازم تسرد له قصه، لان هذا المجهود اللي انت سويته هي القصه على قد المجهود. القصه لو هي شورت ستوريز غير ما تكتب انت نوفل، صح؟ يعني المجهود انك قاعد 6 أشهر تشتغل على مشروع وترسله طرد بريدي مرفق هير خد ما ينفع. عجبك عجبك، ما عجبك هو هيك. لا، الأكثر أنا ما أقول لك أوقات، طبعاً التعامل مع الناس صعب، أنت تعامل مع أختك وأمك والجيران صعب، فكيف ما بالك إنسان في بينك وبينه عمل وبينك بينه مال وإذا ما تعرفه. ولكن أريد أقول أنه أنا أعتقد، ويمكن أنا غلطان وتزعل مني المعمارين، أغلب الأوقات الشجار أو النزاع يصير من سوء الكوميونيكيشن ما تكون صحيحة. فالتصميم طريقة حياة، التصميم تعامل، التصميم خلق. وتشوف حتى فإحنا في سوقنا المحلي أكثر المهندسين توفيقا موفقين في عملهم، ليس أكثرهم إبداعا. وتكلمنا عن المعماري الكبير في السن من قبل، سكر محمد تكلمنا عنه، إنه هذا الإنسان المبدع مبدع، ولكن تعامله مع الناس سيء، حد يعرف يتعامل معه. فالناس لا تريد التعامل معه، لأنه الناس لا تبحث عن الإبداع. نحن ما نحتاج مايكل أنجلو. نحن العميل في الواقع بسيط، هو عنده رؤية ويبغى يبني بيت نفترض أو سفارة، عنده تايم لاين، عنده وقت محدد وعنده ميزانية، ويريد إنك تجمع بين الميزانية والوقت والأشياء اللي هم يحبوها، حقق النتائج بالضبط، وترجمها بأجمل وجه ممكن، وما يتوقع اختراع. فالمهم إنه نحن نسمع أكثر، وحتى تكلمنا عن حتة الإيجو هذه، إنه العميل صحيح أسمع له. ما أقول لك ما في زباين صعبين، ونحن ياما نمر بأشياء، أنا تصير عندي أزمات نفسية
حتى ما أبغى أجادلهم، أنا مستعدة أرجع لهم الفلوس بس أنا ما أجادلهم، لأنه أنا أعرف من نفسي أني أعطي كل اللي عندي، لأنه أنا أحب عملي فكله عطاء. ولكن الناس مو زي بعض، وما أقدر أنا أحكم على السوق أنه هو سيء لأنه يكون ثلاثة أنفار ما طلعوا كويسين، لأنه في النهاية في أشياء كثيرة حلوة، والإنسان اللي بينزل السوق لازم يتحمل الأشياء الثانية معه منيح والعاطل. جزئية البحث اللي بتصير في الديزاين كونسبت، قديش بتخصصي لها وقت من الديزاين كونسبت طالما انه انت بتتعاملي معها انها قصة؟ هي تمشي معايا. أوكي. نحن الحين صرنا نحطها تحت خانة منفردة، انا اعتبرها اسميها art or design art consultancy or cultural consultancy. مع الكلاينت ولا internally؟ لا مع الكلاينت حتى، يعني بعدين نشيلها كده عشان لما نسلمها كده مع بعض جنب بعض. فهي القصة لوحدها، وهنا الـ space planning، هنا الـ إيش اسمه، هنا المعالم لهذا التراث التاريخي، وهنا الروح المحل، هنا الجديد والقديم، ممكن كيف تقارن القديم كيف كان والجديد، فتيجي جنب بعض، فهي في نفس الفترة. ففي الكونسبت يكون نحن من هذه الناحية عرفنا تقريبا الستايل والخامات، وهنا إن يكون الزبون موافق على هذا التراث أو التوجه. يعني يكون مثلا نفترض إنه في نهاية هذا الكونسبت يكون الزبون وافق إنه نعم أنا أريد، وأنا وافق إنه نعمل مستلهمين من العمارة المملوكية فقط. فالحين في الديزاين ديفلوبمنت يتبلور الموضوع أكثر. طيب احنا قربنا نخلص، في باقي شوية أسئلة، نيجي على جزئية الفن الإسلامي، وإيش أهم النقاط برأيك بالنسبة للفن الإسلامي؟ أوكي هذا أوكي، أنا أحاول أقول لك يا بسرعة بس يعني أوكي. إنه فكرت فيها هذه كيف إنه ممكن أنا أوكي. الفن الإسلامي هو شيء مهم بالنسبة لي أنا، يعني هذا لا يعني كل الناس لازم تسوي زيي، وفلسفتي في هذا الموضوع هو ما هو شيء يعني ما يعني هذا اجتهاد شخصي. اوكي الفن الإسلامي بالنسبة لي حلقة مقفولة تبدأ بموضوع الإنسان ليصنع هذا الشيء، الإنسان ليصنع الفن الإسلامي مثلا هو كوب ولا وعاء ولا، فهو يصنع بإرادة الإحسان وهي من صفات الكمال، فيترتب عليها الجمال، يترتب عليها الإتقان والإحسان، يمكن درجة أعلى من الإتقان لأنها الإحسان فيها العمل الخير، ممكن تتقن شيء بس ما يكون شيء كويس، فالإحسان هو الإتقان بعمل خير. وطبعا الجمال، لأن بدون الجمال ما في كمال، والكمال لله ولك. فالحين عندك هذا الشخص اللي هو يسموه البيوتيفل جود، عنده هذا الإحسان ويصنع هذا الشيء. طيب الحين صنع هذا الشيء وانت تشرب فيه مويه، فايش السبب انه هذا الشيء يكون جميل اصلا ويكون زخرف ويكون كل هذه الاشياء؟ فتجيك الحين السبب. طيب السبب في هذا الشيء انه هذا الشيء كان معتاد في هذاك الوقت، انه تحول المعتاد الى حاجه استثنائيه، ففيها احتفالاً للحواس، فيها احتفالاً بأنه هذه النعمة اللي ربنا أعطانا هي اللي هي المذاق والرؤية والشم واللمس، نحن ما ندركها لغاية ما جانا كوفيد، تأخذ فاكسين ما أستطعم ولا شيء، ما أشم ولا شيء. فالفكرة كان أنه كانوا يريدوا أنه لا تقتصر العبادة فقط على العبادات الجسدية اللي هي الصلاة والصيام، ولكن أنت لما تحول الشيء المعتاد إلى حاجة استثنائية ففيها عبادة، وأنت كإنسان تستخدم هذا الشيء تدركها، يعني الحواس كلها توظف حواسك كلها بتشوف هذا الشيء، فتحول المعتاد إلى experience استثنائي، فيصير حياتك المعتادة لكل يوم استثنائية. لو الله يكرمك حطيت رجلك في الجزمة ولا فرت شجرة الصلاة،
لو بدل ما تاخذ كوب ليبتون دعايه الحين تاخذ الكوب الجميل فتقول سبحان الله، فتبدا تدرك او تستشف النعم هذه. فهي الفكره كان ان هي بقول لك هي حلقه مقفله، تبدا بالذكر وتبدا بتوصل الى الكمال وتكمل بها، فتفضل انت في حلقه، في حلقه ذكر. فهذه من الاشياء اللي كنت بقولها لاختي في رمضان، لما هي بتزين وتحب تستشعر هذه الاجواء، وانتم وكل الناس انه القيام والتراويح وما نبغى ينتهي هذا الشيء، انا استشعر هذا كل يوم، فانا في حلقه ما ابغى اطلع منها، انا في عالم، فانا عندي تواصل مع الله سبحانه وتعالى كل يوم من الصبح لليل. فهذا كان بالنسبة لهم أيام زمان إنه يعمل بهذه الطريقة هي شيء معتاد، هذا النورم هو كده. فيمكن أنا اللي أتمناه، طبعا هذا أمنية كبيرة، بس أتمناه من المهندسين إنه هو يرى إيش هو يضيف إلى هذه المهنة، بحيث أن يكون يعيش بإحسان، يعمل بإحسان، لأنه الإحسان نحن عرفنا أوكي الإتقان ومن عمل عملا ليتقنه، هذا فهمنا، ولكن الإحسان في أنه أحد يراقبك، مدام ربنا يراقبك في هذا العمل يكون هذا العمل جميل، يكون هذا العمل خير ويكون جميلا، والله جميل يحب الجمال، فإن نحن نسعى إلى الكمال. الفلوس تيجي، الفاليو تيجي، كل الأشياء، السكسس والنجاح هذا يجي، هذه مكتوبة من ربنا، وما دام الغيب من عنده بيد الله فتوقعه جميلا. فنحن نسعى ونقصد أن نسوي شيء جميل ونعطي ربنا شيء جميل وبأجمل وجه، وبهذه الطريقة أصلا أنت بتصير دعاية ثلاثة أبعاد، أنت نفسك تمشي، لأنك أنت دحين برهند وجودك، عندك الجدارة، عندك المصداقية، لأنك أنت قاعد تمشي في مسار مختلف، في مسار روحاني مختلف. أنا لا أقول يكون أنت مسارك فن إسلامي، بس إيش ما يكون طرازك يكون هو هذا المقصد، إنه أنا أريد أكون محسن في عملي. طيب نطلع على آخر سؤالين تقريبا. أصبح صار عندك كتير أفكار، أفكار كتير صار عندك تخص الطلاب والخريجين والمارسين وكيف يبدأوا عملهم بشكل عام وكيف يلاقوا الهوية، ناخد هيك فكرة عنها. أوكي، أعتقد في المحاضرة اللي راحت اللي سويناها مع بعض اللي كان رتبت وحاولت رتبت إنه السنة الماضية زي كتيب إنه كيف، وهو فعلاً processes ومعايير كيف تجد هويتك الخاصة، وفعلاً لو سويت هذا الشيء تطلع لك، ويبغاله بس يبغاله شوية عمل، ما أدري لو أحد فكر يسوي هذا الشيء فيطلع له هذا الشيء. الحين من الأشياء اللي قاعد أشتغل عليها إني أنزل coaching أو program للمحترفين فقط، اللي حمزه فتح مكتبه سنة وسنتين أو ثلاثة، إنه حيكونوا خمس فقط، أخذ خمسة، إنه أبدأ معهم من إيجاد أو to find إيجاد هذه الهوية الخاصة، وبعدين كيف يترتب عليها المعايير أو نضع هيكل من البداية لغاية تسليم المشروع بطريقة منظمة and professional. لأنه على في السنين هذه كلها اللي دربت الناس واللي اشتغلوا عندي وفي الورش العمل وهذا ما كفى، ما يكفي. فأتمنى يكون بهذه الطريقة، وتكلمنا في الموضوع أنا نبدأ لمدة سنة أو سنة ونص، إنه بس أسوي يعني one to one mentoring، ولو لقينا في إقبال أو في هذا ممكن إنه تتوسع هذه الدائرة. فهذا اللي أقدر أسويه وهذا اللي أتمنى أسويه إن شاء الله. إيش في عندك نصائح أخيرة ممكن نختم بعدها؟ الترتيب، أعتقد إن الواحد كل مكتب له قدراته، كل مكتب له مشاكله، يعرف إيش يقدر يعطي إيش ما يقدر يعطي، ولكن مهم إنه تنظم الأشياء بطريقة إنه أنت إذا فهمتها هيفهمها العميل،
لا تترك شيء إنه أنت توقعت إنه هو يفهمها. حاول إنه يعني تتفكفك الأشياء هذه إلى مراحل step by step by step by step، حتى لو هي طويلة أسردها كلها وبعدين تقدر تشيل منها. هو الترتيب، أنا بالنسبة لي processes والترتيب أهم من أي شيء آخر. تبدأ المكتب بمعايير واضحة. طيب مهندسة سونيا بنشكرك على المقابلة الرائعة. الله يرضى عليك. حنعطي فرصة للحضور يرسلوا أسئلتهم كتابية، لضيق الوقت ما حنقدر ناخذ مداخلات صوتية، فممكن ناخذ الأسئلة كتابية رجاء. طيب احنا عمال ما الناس ترسل أسئلتها، في سؤال احنا عديناه عشان الوقت، اللي هو على الكتب اللي انت بتحبيها أو المؤلفين. يروحوا الانستغرام حقي، يروحوا ستوريز. أنا عندي بعض اللي حطيت الكتب اللي دائما تستخدم فحطيتها، فممكن يشوفوها هناك موجودة. طيب تمام، ننتظر الآن إحنا الأسئلة الكتابية وممكن بعدها نختم بإذن الله. إحنا كان في البداية الأسئلة بالغلط مقفل عليها، الآن مفتوحة. في سؤال من مهندس علي عن ما بعد التخرج، إذا في أحد إجا لعندك في المكتب بعد ما تخرج مش عارف فين يروح أو من فين يبدأ، هل إجا لعندك طلب منك أنك توقفين معه عشان توضحين له الطريق اللي يسلكه، وأهم خطوة أو أول خطوة وأهم خطوة كانت تتخذيها فيه؟ هذا في الواقع حصل. جامعة البوليتكنيك هنا في البحرين كان عندهم زي يوم المهنة، عرفت حاجة زي كده، فذهبت وكانوا خريجين للقسم العمارة، وكان عندنا زي ورشة عمل لمدة يوم في هذا الموضوع. وأيضا هذا الشيء سويناه في جامعة بي سي وقطر أكثر من مرة، إنه كان قبل التخرج سويناه حتى مع الجرافيك ديزاين ديبارتمنت. فكان غريب وعجيب، لأنه بالذات لي في قطر، إنه كان هيئة التدريس اللي كانوا للجو ما كانوا كلهم معماريين، كانت من أقسام مختلفة في جامعة الفنون هذه. فصار حلو إنه صارت الأسئلة وجهتهم إلى أشياء ما كانت واضحة عندهم. فهذه من الأشياء أعتقد ممكن إحنا نسويها. أنا ما أعتقد يحتاج يكون في مكتبي، يمكن هذا محمد يكون حاجة ممكن واحد يرتبها زي ما يسوي يوم المهنة مثلا، نفس الطريقة إنه يكون ريفيو زي الريفيو. It could be a workshop أو حتى محاضرة workshop، يكون في مهندسين مختلفين، ممكن عمراس بدران يجي، ممكن طارق إتريسي يجي من graphics، ممكن ناس مختلفين تنعزم وممكن نسمع للمعماريين ونسمع للprofessionals إنه إيش هي الصعوبات أو إيش هو التوجه أصلاً. أنا أعتقد مهم إنه قبل ما يصير حاجة زي كده يكون هذا الشخص ممكن يكتب، إنه زي ما أنت تقدم في أي محل يطلب منك تكتب حوالي 200-2000 كلمة، إنك أنت تكتب زي أجندة أنت إيش المطلوب، أنت إيش الصعب اللي لقيتها، بحيث الواحد لما يشوف هذا الشخص يعرف إنه هو إيش المطلوب أصلاً. طيب في سؤال تاني على جزئية مراحل العمل، إذا قسمت المجهود المبذول في كل مرحلة تقريباً كيف بتقسميها بالمية؟
أنا أقسم الكونسبت على 40، ديزاين ديفلوبمنت على 40، والفاينل ديزاين على 20. هذا مكتبي أنا، هذا لا يعني كل مكتب إنه يسوي كذا. المراحل ليش أنا العشرين في الفاينل ديزاين؟ لأنه أنا عندي فعلا الفاينل ديزاين فقط دروينز، ديتيل دروينز، يعني حتى الواجهات الداخلية كلها مرسومة من الديزاين ديفلوبمنت. It's just contract detailed drawings في الفاينل. ففي الواقع ما يحتاج لا أنا أكون موجودة ولا العميل. أكثر مرحلة فيها مليون حاجة هو الديزاين ديفلوبمنت. وبحكم إن إحنا تعاملنا مع وزارة الخارجية من قبل، نحن كان لازم لكل نهاية مرحلة يكون في submittal. Submittal واضح، لا يكون مو submittal. ممكن أنا أسبمت أشياء أنت ما تحتاجها كعميل. أنت في كل مرحلة أنا أوضح للعميل بالضبط إيش نتائج هذه المرحلة. مثلاً الكونسبت ديزاين نفترض أنه يكون خلاص اعتمدت الفاينل سبيس بلان، فهذا يروح للمكتب الهندسي وممكن عليها يبدأ يشتغل. أنت عندك نحن نسعر مثلاً نسعر تكلفة الأثاث للبيت ممكن. فعندك ميزانية إيش ممكن يكون، عندك الخامات وعندك التوجه. فأنت حتى لو اختلفت أنا معك ومشيت أنت من عندي، ما تقول الحين ضاعت الفلوس وما اتفقنا، لا، أنت عندك أشياء واضحة تأخذها نتيجة لكل مرحلة. وأعتقد هذا جدا مهم إنه هذا الشيء المهندس أو الانتيريور ديزاينر يوضح لنفسه وللعميل، بحيث العميل حتى لو هو أول مرة بيشتغل في هذا المجال يعرف إنه في قيمة لهذا الشيء اللي هو قاعد يدفع حقه. فهو ما يدري طلعنا بالكونسبت، طيب الحين إيش أسوي فيه؟ يمكن هو ما يبغى يكمل مع هذا المصمم، يحس إنه هو ضاعت فلوسه. ولكن لو هو من البداية واضح إنه هو إيش يستفيد من كل مرحلة، فهو يعرف قيمة اللي بيدفعها حق هذا الشيء، هذه النتيجة. لأنه في الواقع هو اللي بياخده العميل بيشوفه كلها أوراق ملونة. تربطيها بالتقديم المرئي اللي تكلمتي عنه في البداية. طيب في سؤال أعتقد حيعجبك. أنا معمارية من الكويت وبعد التخرج انتقلت لجدة وحاب أدخل سوق العمل في جدة أو قطر. إيش نصيحتك؟ أنا كويتية معمارية من الكويت وانتقلت إلى جدة وحابة تدخل سوق العمل، فإيش النصيحة اللي قدميها إنه تتعرف على السوق وتدخل فيه بما إنها أصلاً مش من أهل البلد؟ هي تبي تدخل سوق جدة ولا تقول في جدة؟ في جدة أو قطر، يعني بتفكر إذا بدها تطلع بتشتغل. أنا اشتغلت، هي عايشة بجدة كويتية أصلاً معمارية، كيف تدخل على سوق العمل في جدة؟ أولاً نرجع لنفس الموضوع، أولاً ماذا يميز هذه الشخصية؟ إيش يميزك أنت؟ هو إنك تحاولي تدخلي في لتسي في مجتمع جديد، إنك أنت تصيري زيهم، مش هذا المقصود. أنت من الكويت، فإيش يميز عملك بحيث إنك تصيري مميزة في السوق؟ يعني هو الفكرة أول شيء هي لازم تجد نفسها، إيش يميزك أنت؟ فإنت لما تلاقي هذه الهوية يصير بعد كده تعيش أنت هذه الهوية، أنت يعني تسوقها بكل الطرق، لا هو السوشيال ميديا ولا غيره. فالناس نحن نقول بالحجاز اللي كل حشوة لها مقرمش، فأنت يعني الناس حتدور على هذا الشيء. نحن نحب الشيء الجديد، يعني مغينة الحي لا تطرب، فنحن نحب هذه بالكويت بتسوي هذا الشيء. إيش هو هذا الشيء؟ إيش يميزك؟ هي ما تحتاج تفكر حين أنا أبغى أدخل قطر إيش أسوي في قطر لا، هو أول شيء أنت من؟ لأنه اللي أنا قاعدة أشوفه وتعرف في الإنستغرام بيجيك فيدز، يجيك بالأشياء أنت مثلا بتسوي فولو لأشياء، فيجيك أشياء شبيهة، وكل ما تجيني صورة وأضغط عليها أحسب الصورة هذه لمهندسة معينة، ولاقي لا هذه مهندسة ثانية وهذه برضو مهندسة ثانية. فأنا مستغربة إنه شكله كله زي بعض، فكيف التميز؟ كيف أنا ما أقول لك اختراع غريب، ولكن إنه التميز مهم
إنك تعرف أنت مين، لأنه هذه مهنة ما هي مهنة سنتين وثلاثة. يعني عم راسم بدران مثال لهذا الشيء على مستوى أجنبي، ما أدري كيلي هوبن ولا غيره، فهدول كيلي هوبن عمره 63 سنة، ولكن عملها يميز. هذا لا يعني يمكن يعجبني، ولكن إنه العمل مميز. أو I don't know جورجو أرماني عمله يميزه. فما أعتقد هي تحتاج تشوف كيف تدخل السوق، هي عليها تشوف إيش يميز عملها وتسوق هذا التميز. في سؤال، كيف تعاملتي مع موضوع المعاصرة بالتصميم، وكيف هذا بالمقارنة بالوضع، كيف تعاملتي مع مشاريع غير حكومية عند التعامل مع العملاء مثل المشاريع السكنية، خاصة أنه يكون عميل توجهات مختلفة عن توجهات المصمم؟ أنا ما أخذه. المكتب مهم. لا، المكتب مهم يكون له قيم values. أنا مكتبي واضح، أنا عندي قيم معينة، عندي اللي هي serenity، اللي هي بالعربي تترجم إلى السكينة والطمأنينة، اللي فيها السلام وفيها الروحانية وفيها الهدوء، لأنه أنا شخصيتي كده، أنا أحب أتكلم بس أنا وجودي هادئ، أنا ما أتحمل أحد كده عصبي ولا ما. فأنا عملي ثقافي، أحب أتعلم أتثقف وأثقف غيري، وأحب أساعد غيري في نفس هذا المجال، والعلم أتعلم وأعلم غيري. فهذه القيم أبني عليها العميل، وأبني عليها حتى الناس اللي أوظفهم. ولما تصير مشاكل، ولما تصير في أشياء أزعل منها، لا هو من العميل ولا حتى مع الموظف، أرجع أطالع في القيم هذه الفاليوز، أقول هو الشخص هذا ما له علاقة لا بالعلم ولا بيتعلم، طب ليش وظفته أصلا؟ ف القيم هذه مهمة. فلما يجيك مثلا زبون، وحصل يحصل كثير من الرياض، انه انا احب المودرن كلاسيك، فانا ما اعرف ايش قصده اصلا المودرن كلاسيك، هذا ايش المقصود؟ فاقول لهم عليه ارسلوا لي بعض الصور اشوف، فلما اشوف اقول جدا جميل، انا ما اعمل هذا الشيء. طيب مهندسة، يعني نحن ممكن ندخل بعض الاشياء الاسلامية، انا ما احب الاسلامي كثير، بس لا لا it's okay. يعني اللي يلبس أرماني ما يلبس فرساتشي، هذا لا يعني فرساتشي مو كويس ولا هذا أرماني مو كويس. هو مهم إن نحن نعرف، ونرجع للبداية مرة، إن تحدد إيش هويتك، تحدد إيش هدفك. أنت هدفك تأخذ أكثر نخبة من المشاريع في السوق كل سنة، هدفك توصل إنه يكون عندك دخل أدونو 5 مليون في السنة، أنت إيش الهدف؟ أنا هدفي واضح، أنا هدفي مش مهم إيش هو المشروع، مهم يكون في الطابع أو يكون في الروح الإسلامي. أنا ما يهمني قديش تكون الفلوس، أنا يهمني إنه أنا يهمني المشروع، يهمني العميل. وفي أوقات عندنا مشاريع كثيرة، وفي أوقات محمد ما في مشاريع. طب لما في مشاريع أخذ شيء أي كلام؟ لا، لأنه هذه ما هي رسالتي. فلازم يكون في نوع الناس، ما أدري أنا منهم، لما دخلنا في موضوع كوفيد فنحن نعيش في خوف. طيب فين راح الإيمان؟ نخاف من الغيب، مدام الغيب بيد الله فتوقعه جميلا. يعني أنت أعمل، أنت يعني البداية أنك أنت بادر. أنا كويتية أريد، طب بادري شير، اتكلمي عن موضوع، سوي محاضرات، اتكلمي مع الجيران، قولي لهم أنا مثلا إيش الدراسة أنا أحبه، أنا إيش تعلمت في الكويت، بادري بهذا الشيء، الخير يجي موجود يتوزع على الكل. في سؤال من عمار بيقول إنه أنت تميزتي بتصاميم أحاديث الألوان أو ألوان حجرية، ألوان هادئة إلى آخره. الطراز الإسلامي تميز بألوان امتزجت فيها الألوان الهادئة أو روحانية أكثر. قولي لنا ليش ابتعدتي عن روح الألوان زي ما هو بيعبر في السؤال؟ أعتقد مع الوقت، وفي البداية يمكن كان زي في بولندا وغيره كان في كتير ألوان. هو توجه خاص، يعني هو كل ما الواحد يكبر وكل ما يصير عنده تجارب مختلفة. أعتقد من آخر رحلتي إلى القاهرة، ورحت على طول بعدها مرة ثانية، ما إنه صعب تروح مصر الأيام، يعني وجودي في مسجد الرفاعي
واهتمامي بالطراز المملوكي، وأنا أنت تكلمنا في هذا الموضوع من قبل، أحب هذا الطراز كثير. طراز فيه قوة، في confidence، في الثقة بالنفس، والقليل من الزخارف والتذهيب والهذا. فهذا أقرب التراس أو القريب يعني لي، فصار فعلا ما أخذ هذا الروح. فعملي كله دائما الحجر اللايمستون هادئ، واللايتنج ديزاين اللي بشتغل معها دائما كل شيء الإنارة كنا متاحف، وبعدين الأففني يجي بعدين. معك. فما عندي جواب غير أن أقول لك أنه أنا توجه. التوجه الألوان اللي كانت موجودة في هذاك الوقت كانت برضو اللي يسموها أنه علاجاً للسن دازلد آيز، أنه هذا كان من دراسات ابن الحيثم. أنت لما تكون من برا وعيونك من الشمس القاسية والتراب وهذا، فتحتاج ألوان شوية فاقعة عساد تحدي هذا العيون. فكانت الألوان بالذات في المساجد والأشياء هذه الزليج دائما ألوانها شوية حادة لهذا السبب، لأنه في الشمس القاسية فإن الألوان تصير شاهبة، فكان لازم تكون كده قوية أكثر. بس هو توجه خاص. وضحت. مهندسة سونيا نشكرك تاني مرة على وقتك، وشهر كامل وإحنا بنحضر كانت مقابلة رائعة، ويعطيك ألف عافية يا رب. الله إن شاء الله على تواصل. شكرا لكم كثير. يلا نشوفكم على خير. مع السلامة.